السلام عليك يا حجة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسروا وما أعلنوا، وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين، سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عذابهم ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين. كنا قد بلغنا بالأمس مبلغ عرض نماذج أو أمثلة من أصحاب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام من أهل الطبقات العليا، وذلك لتلمس بعض ما يمكن أن يعد سببا لنقصان حظوظهم في القرب من الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام وارتفاع منازلهم عند الله تبارك وتعالى. فبعد التسليم بأنهم من ذوي الطبقات العليا، سلمنا حين تأملنا في النصوص والآثار أنها طبقات لا طبقة واحدة، فيمكن أن يكون المرء عاليا في طبقته لكن هنالك من هو أعلى منه، ويمكن أن يكون عاليا في طبقته لكنه لغفلة أو تقصير أو خطأ يتدنى عن تلك الطبقة إلى طبقة أدنى، وحين يتدنى قد يقع عليه اللوم أو الملامة من قبل حجج الله صلوات الله عليه، وحين يتدنى وإن لم يكن عن عمد وإرادة منه فإنه قد يوقع الأمة في أزمات قد يتمخض عنها، من جملة ما يتمخض دماء مثلا تذهب ضحية سوء التقدير سوء التفكير أو الغفلة. وقع اختيارنا في باب الأمثلة هذا، وقع على الرجل الجليل العظيم كميل بن زياد النخعي رضوان الله تعالى عليه، فقلنا
إنه وإن كان قد بلغ المراتب العليا السامية حتى عد من السابقين المقربين من أمير المؤمنين صلوات الله عليه كما ذكره المفيد، بل حتى عد من خواصه وخواص السبط الأكبر أبي محمد الحسن صلوات الله عليهما. ورغم كونه قد حظي من أمير المؤمنين عليه السلام بما لم يحظ به غيره من مواعظ وحكم ودرر، كان من أبرزها هذه الدرة دعاء كميل. ورغم أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يصحبه معه إلى الجبان أي إلى المقبرة ويختلي به في الصحراء ويعلمه ويفهمه، ورغم أنه من سمو مقامه فرض احترامه حتى على العدو من أهل الخلاف حتى أقر صاغرا بوثاقته رغم رفضه، فقال قائلهم وهو ابن عمار كما نقله عنه ابن حجر في التهذيب، في تهذيب التهذيب، قال عن كميل: رافضي ثقة. رغم كل هذا إلا أن هذا الرجل أصابته الغفلة، قصر في أمور وتكلف أمورا جعلته في محل الملامة من قبل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي نخاله سبب نقصان حظه أو تدني مرتبته، وإن كان ما تدنى إليه بيننا وبينه بعد المشرقين، يعني نحن نقبل حتى بما تدنى إليه بل بما دون ذلك. احنا الآن بس حالتنا احنا بس نطلب النجاة والسلامة عادة هكذا، فبلا ذم لكميل عليه الرحمة والرضوان نطرح هذا البحث، وبلا ذم لغيره من العظماء نطرح هذه البحوث، إنما هدفنا منها تسليط الضوء على ما لم يسلط عليه، لأن التشيع كما بينا دائما حليف النقد وعدو التلقين، ولا معصوم عندنا إلا المعصوم، لا معصوم إلا المعصوم، فمن دونه لنا شرعا وأخلاقا أن ننتقده، لكن بأدب إن كان من الأجلاء المؤمنين. وهذا الذي سنعرضه قد لا نعده بالضرورة نقدا بقدر ما هو عرض حال كي ننقد أنفسنا أولا لنرى هل أننا بلغنا ما بلغه كميل، ولئن بلغنا فماذا يمكن أن نتحاشاه مما وقع فيه كميل، فلا نخسر شيئا من مراتبنا أو حظوظنا
عند الله وعند رسوله وعند الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام. مر معنا بالأمس أن أمير المؤمنين عليه السلام حبى كميلا بتلك الوصية الخالدة التي أعجب بها مخالفون أيضا ونقلوها عن كميل، نقلها ثقاتهم عن كميل كما نص على ذلك ابن كثير. تلك الوصية التي مطلعها يا كميل إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها. وركزنا الضوء على ما ورد في آخر هذه الموعظة أو الحكمة أو الوصية، وهي قوله عليه الصلاة والسلام متحسرا ومتشوقا لرؤية الذين هم مؤهلون لحمل الدين ولحمل العلم، فقال في آخر كلامه آه آه شوقا إلى رؤيتهم، ثم وجه كلامه إلى كميل قائلا انصرف إذا شئت. واستشففنا من ذلك أن كميلا ما كان، لا ندعي أنه لم يكن مؤهلا، ولكن تأهيله أو أهليته ما كانت بالمستوى الأمثل، وإلا لما أمر بالانصراف. هذا الاستشفاف تؤكده لنا بضع مواقف وقعت لكميل، سنركز من تلك أو سنسلط الضوء على موقفين اثنين من تلك المواقف فحسب، فيهما الكفاية إن شاء الله تعالى. الموقف الأول متعلق بما ينطوي عليه فكر كميل. الموقف الثاني متعلق بما ينطوي عليه فعل كميل. الموقف الأول يرتبط بإيمان كميل وحسن تقييمه للأمور، الموقف الثاني متعلق بأفعال كميل، شجاعته، حسن سياسته وما شاكل. في كلا الموقفين نجد أن كميلا قد غفل شيئا ما، ضعف شيئا ما، أو تسرع أو أبطأ في شيء ما. أما الموقف الأول فقبل بيانه لابد من بيان أمر، وهو أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كانت له وصايا عدة أوصى بها كميلا، ومواعظ عدة وعظ بها كميلا. من جملتها وصية وموعظة مطولة
رويت في كتاب بشارة المصطفى لشيعة المرتضى صلوات الله عليهما وآلهما للطبري الذي كان من علمائنا في القرن السادس، وقد نقلها عنه صاحب مستدرك نهج البلاغة. وصية طويلة لا بأس بأن نذكر مبدأها، هي عن سعيد بن زيد بن أرطأة قال: لقيت كميل بن زياد وسألته عن فضل أمير المؤمنين عليه السلام علي بن أبي طالب، فقال: ألا أخبرك بوصية أوصاني يوما هي خير من الدنيا بما فيها؟ فقلت: بلى. قال: قال لي علي عليه السلام: يا كميل بن زياد، سمي كل يوم بسم الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وتوكل على الله. لاحظوا أولا أن كميلا هو يروي هذه الوصية لسعيد بن زيد بن أرطأة، وثم لاحظوا كيف يصفها، يقول: هذه الوصية خير عندي من الدنيا بما فيها، فهي وصية جليلة عظيمة مهمة جدا. جاء فيها أن أمير المؤمنين عليه السلام يقول له: يا كميل، سمي كل يوم بسم الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وتوكل على الله، واذكرنا، وسمي بأسمائنا، وصل علينا. فكأنه ذكر الله عز وجل لا بد أن يقترن بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه ولعن عداه. والتسمية بسم الله لا بد أن تقترن بالتسمية بهم، بك يا الله، بعدين شنو نقول؟ بمحمد، بعلي، بفاطمة، بالحسن، بالحسين، بعلي بن الحسين، وهكذا إلى الحجة صلوات الله عليهم أجمعين. أمير المؤمنين هكذا يقول، يقول: واذكرنا. أولا سمي كل يوم بسم الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وتوكل على الله، واذكرنا، وسمي بأسمائنا، وصل علينا. هكذا. واستعذ بالله ربنا، حتى لا يتوهم أحد أنهم أرباب. نحن مشكلتنا نعاني من فئة من البشر غنم، يقولون شو يقولون؟ يقولون سمي بأسمائنا، يعني شنو؟ صار شرك، مثل ما قال أبو حنيفة للإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، قال: شلون أنت من بعد ما تنتهي من الطعام تقول اللهم هذا من فضلك ومن فضل رسولك صلى الله عليه وآله؟ مخ أبو حنيفة مخ صغير ما يستوعب زين، أو مخ شيطاني في الواقع. كذلك مخوخ هذول الوهابية وأمثال الوهابية
خوخ ضعيفة ما يستوعبون. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلعل أمير المؤمنين عليه السلام هنا يقول واستعذ بالله ربنا حتى لا يتوهم أن أحد أنه إذ أمر بالتسمية بأسمائهم صاروا شركاء لله، نعوذ بالله. كلا وحاش، هو ربهم، نسمي باسم الله ونتوكل على الله ونقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم بعد ذلك نسمي بأسمائهم ونذكرهم ونصلي عليهم. هكذا يكون، هكذا يكون الأمر. وثم نستعيذ بالله ربهم، نثبت أنهم مربوبون لا أرباب، فمن قال فيهم أنهم أرباب فقد كفر. واستعذ بالله ربنا وادرأ بذلك عن نفسك وما تحوطه عنايتك تكفى شر ذلك اليوم. يوميا من تقوم الصبح اعمل بهذه الوصية لأمير المؤمنين عليه السلام تكفى شر ذلك اليوم، ما يصيبك إن شاء الله شر إلا إذا كان قدرا مقدورا والله عز وجل أراد أن يأخذ أمانته كما يقال، فبعد لا راد لقضاء الله عز وجل. يا كميل، إن رسول الله صلى الله عليه وآله أدبه الله عز وجل وهو أدبني أنا، وهو أدبني الله، أدب نبيه، يعني النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، تلميذ من؟ تلميذ الله عز وجل، أستاذه والله، مؤدبه هو الله عز وجل. طيب علي بن أبي طالب تلميذ من؟ من أدبه الله؟ أدبه محمد صلى الله عليه وآله. يقول وهو أدبني وأنا أؤدب المؤمنين، أنا أدبكم وأورث الأدب المكرمين أو المكرمين، أنا أورث هذه الآداب التي تعلمتها من أستاذي محمد صلى الله عليه وآله، وهو بدوره تعلمها من أستاذه رب العالمين جل جلاله، أنا الذي أنقل تلك الآداب لكم وأؤدبكم بها. الوصية مطولة كما بينا، نأخذ منها ونقتطع منها محل الشاهد المرتبط ببحثنا. يقول عليه السلام يا كميل لا تغتر بأقوام يصلون فيطيلون ويصومون فيداومون ويتصدقون فيحسبون أنهم موفقون. عجيب. يقول لا تغتر بأناس حياتهم كلها صلاة وصيام وصدقة وعبادة. شلون هكذا؟ وهذه ترى من جملة من أمراضنا، أننا بسرعة ننخدع بالذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويعبدون، ولا أقول رياء، التفتوا، لأنه قد واحد يقول شيخنا أنت تقصد الذين يراؤون، لا لا أقصد هؤلاء،
أنا أعني، وهذا الذي يعنيه أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، الذين يصومون ويصلون ويعبدون ويتصدقون بحق، ليسوا يراءون. ماذا يمثل عليك؟ بالفعل هكذا يصلي، يعني تروح تطب عليه بالبيت نص الليل تشوفه يقوم الليل، يصلي الليل، يصلي صلاة الليل، ما عنده أحد يشوفه. مع ذلك أمير المؤمنين عليه السلام تربي إشلون؟ شوفوا إخواني، هذه مع الأسف مشكلة كبيرة لابد من بيانها، وما أظن أنه تم تسليط الضوء عليها جيدا. البعض بالفعل يغتر بمن عرفوا بالعبادة وكانوا يعبدون بحق، ولكن لا يلتفتون إلى ما كان عليه هؤلاء من باطل أو ضلال أو انحرافات في جوانب أخرى، فيغض الطرف عن تلك الجوانب وعن تلك الانحرافات وينخدع بهذا الجانب، جانب العبادة، ويسوي ملازمة يقول لولا أنه كان على حق لما كانت هذه عبادته، ما يوفق لهكذا عبادة. أضرب لكم مثال، بعض مشايخ الطائفة البكرية مثلا مشهورين بالعبادة ومشهورين بالزهد أيضا، على ما ببالي أنتم تعرفون هذا الشيخ المصري المعروف كشك عبد الحميد أو عبد الحليم، عبد الحميد كشك، زين، هذا مشهور طبعا كان في الثمانينات، أتذكر أشرطته، هو مفوه، خطيب مفوه، وإلى الآن أتذكر أنه كان ضد صدام في أيام الحرب العراقية الإيرانية، كان ضد صدام هو، وسبحان الله حتى تنبأ بأمر إلى الآن أتذكر جيدا، سمعته من أحد أشرطته في تلك الحقبة أنه كان يقول إنه إذا انتصر صدام فأول سندوتشة حيأكلها هي الكويت، هذا قبل غزو الكويت، وقبل أول سندوتشة حيأكلها، وبالفعل صار، كان يمكن من الأصوات النادرة في وسط الطائفة البكرية اللي اتعادي صدام في يعني أوج عظمته آنذاك. وهو كان أيضا ليس على وئام مع النظام المصري، ما كان على وئام، كان معتقل، السماء ذكر معتقل في أيام عليكم السلام ورحمة الله، أنه أيام حسني مبارك أو أيام السادات، يمكن كان معتقل أيام السادات أظن هكذا. فالمهم ما كان على وئام مع الدولة، كانت الدولة تضيق عليه بشكل عام. المهم هذا ينقل في أحواله أنه كان زاهدا وعابدا، كان جدا زاهد وعابد، بل نقل في أحواله، ما أدري مدى صدق ذلك لأنه احنا اعتدنا على الكذب الكثير والمبالغات من كهنة ودعاة الفرقة البكرية، أنهم يقولون كان دائما يدعو الله عز وجل أن يموت وهو ساجد، وبالفعل مات وهو ساجد، رايح يصلي صلاة ما أدري وهو ساجد قبضت روحه، الله العالم ما ندري إحنا. المهم هذا الأمر يجعل كثيرين بسرعة ينساقوا ويغتروا، يقولون لولا أنه هكذا كان، لولا أنه كان على هذا الإيمان، على جادة الحق والصواب، لما وفق لمثل هذه العبادة، لما وفق لأن يموت وهو ساجد. هذا المفهوم إخواني عليكم أن تقتلعوه من أذهانكم، هذه الملازمة، إياك أن تغتر. أولا ابحث في عقيدته ومنهجه، إن كان صافيا مستقيما
فحينئذ تجعل ما وفق له من الله عز وجل، عبادة، صلاة، صيام، سجود، ركوع، حج، زكاة، صدقة، جهاد مثلا، تقول هذا من الله عز وجل. لماذا؟ لأنه مستقيم العقيدة ذو أصول سليمة، فهذا توفيق الله. أما إن وجدت أنه ذو عقيدة منحرفة، ذو أصول غير سليمة أو مشوبة، فقل لنفسك فورا، تعلم هاي القاعدة، ما وفق له من الصلاة والصيام والصدقة والعبادة والزهد والجهاد وما شاكل، إنما هو من توفيق الشيطان. هذا مو كلامي، كلام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام الذي علمه لكميل. التفت زين، يقول: يا كميل، لا تغتر بأقوام يصلون فيطيلون ويصومون فيداومون ويتصدقون فيحسبون أنهم موفقون. يا كميل، أقسم بالله لسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن الشيطان إذا حمل قوما على الفواحش مثل الزنا وشرب الخمر والربا وما أشبه ذلك من الخنا والمأثم، حبب إليهم العبادة الشديدة والخشوع والركوع والخضوع والسجود، ثم حملهم على ولاية الأئمة الذين يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. يقول: لا تغتر، تشوفهم صلاة وصيام وإلى آخره، هذا من توفيق الشيطان. شلون من توفيق الشيطان يا أمير المؤمنين؟ يقول: إيه، الشيطان إذا حمل هؤلاء على الفواحش، منبة سوء أو سيرة سوء، زنا، خمر إلى آخره، بعد ذلك يحبب لهم ماذا؟ للفرار من هالحالة، من الشعور بالذنب، يحبب لهم ماذا؟ الخشوع، يحبب إليهم العبادة الشديدة والخشوع والركوع والخضوع والسجود، ثم ماذا؟ بغرض ماذا؟ ثم حملهم على ولاية الأئمة الذين يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. يعني من؟ أبو بكر، عمر، عثمان، ومن أشبه هؤلاء الأئمة الذين يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. عبد الحميد كشك ترونه مثالا ونموذجا واضحا لهؤلاء أم لا؟ أما كان يتولى هؤلاء الأئمة الذين يدعون إلى النار؟ أما كان ينافح عنهم؟ أما كان يمجد بهم ويثني عليهم؟ هذا منشأه من ماذا؟ من توفيق الشيطان. هذا من الشيطان مو من الله عز وجل. فكل صلاة، كل صيام، حتى لو صدقوا في أنه توفي وهو ساجد، إياك أن تغتر به. الخوارج كانوا من أجهد الناس اجتهادا في العبادة، لم يكن ثمة خارجي واحد لا يصلي صلاة الليل، نفسه هو عبد الرحمن بن مرجم كان يصلي صلاة الليل،
أما في نفس الوقت كان يتعاشق مع قطام. كيف تفسر هاي الحالة؟ شلون يصير؟ وللعلم قطام اقرأوا في تاريخها لدى العلامة المجلسي في البحار ذكر فضائحها. قطام كانت امرأة فاجرة، حسناء هي ولكنها ماذا؟ فاجرة. كانت هنالك لها امرأة أجلكم الله قوادة تجر لها الرجال بأجر، رآها هذا فعشقها. ما مهرك؟ قالت مهري رأس علي بن أبي طالب، فراح حتى يقتال علي بن أبي طالب. فإياكم أن تغتروا، كثير من الأفراد هكذا، هو من جهة متفحش أو قد تفحش، فسق فجر، ثم بعدئذ حمله الشيطان للخروج من تأنيب الضمير، حمله على ماذا؟ على التخشع والتضرع والتخضع لله والاجتهاد في العبادة، ثم بعدئذ يحمله على ماذا؟ على موالاة الأئمة الذين يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. إذن أنت ينبغي أن يكون عندك المعيار والمقياس، ما هو؟ العقيدة. أحسنتم، سلامة العقيدة، لا أن تغتر بالظاهر وإن لم يكن مرائيا، وإن لم يكن مرائيا أو مخادعا، وإنما يقوم بذلك باعتقاد منه أنه يجتهد في العبادة حقا. لا، اجعل معيارك هو سلامة العقيدة، لا تغتر ببكائهم وتضرعهم وصلاتهم وصيامهم وخشوعهم وتصدقهم إلى ما هنالك. إياك أن تغتر. شوف هذا سليم على العقيدة أم لا. والخطاب موجه للطرفين لا لطرف، أو عن طرفين لا عن طرف واحد. يعني مو فقط تغتر بمثل عبد الحميد كشك، لا، ممكن حتى تغتر ببهجة مثل صلاة نصها بكاء، نصها بكاء. إياك أن تغتر. شوف عقيدته، إن كانت عقيدته سليمة قول هذا من توفيق الله، لم تكن عقيدته سليمة فارمه كائنا من كان، كان كشكا أو بهجة، إنجاز التعبير، كان ذا عمة أزهرية أو ذا عمة شيعية، أيا كان فورا قطة برا، فورا، ولا تغتر. هذا مبدأ علوي من أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، هذا مبدأ من أمير المؤمنين. شوف علم به من؟ كميل. يا ترى كميل نجح في هذا الاختبار أم سقط؟ أحسنت، مع الأسف مر عليه موقف سقط في هذا الاختبار بعينه. اغتر، اغتر، وجدا تأسف على أنه اغتر. يعني أكو فرق بين أكو بعض الناس يغترون ثم تأخذهم العزة بالإثم، مع الأسف يصر على اغتراره، لا، ما يقبل يتراجع، تقول له يا أخي هذا منحرف، يقول لك ما تشوف صلاته، يعني تعطيه الدليل، يقول ما تشوف صلاته، ما تشوف عبادته، ما تشوف جهاده، يا عمي هذا صلاح دين عصرنا مثلا. تقول له يا عمي هذا رجل يصف أبا بكر وعمر بأنهما شنو؟ قام حكمهما على الإسلام والعدل. تقول له هذا مناقض لكلام الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام جملة وتفصيلا. إذا تقول قام حكمهما على الإسلام والعدل، إذن الزهراء ما ظلمت بل هي الظالمة، نعوذ بالله.
يعني كان غصب الزهراء عليه السلام عدلا، غصب فدك مثلا عدلا كان منهما، شلون تقول قام حكمهما على الإسلام والعدل؟ يصر على اغترار، لا يكتشف الموضوع يتفاجئ. أنا أعرف لأنه هذا الأمر من واقع تجاربنا، ما من أحد وجه خاصة من قبل يعني إخواننا ومؤازرينا واجهوا هؤلاء الذين هم مغترون بمحمد باقر الصدر، واجهوهم بندائه الثالث الذي يمتدح فيه أبا بكر وعمر كما تعلمون ويصفهما بأن حكمهما قام على الإسلام والعدل، ما من أحد وجه بهذا من المفتونين بمحمد باقر الصدر إلا وتفاجأ في البداية وانقبض قلبه. شعرتم بهذا لعلكم، شيء واضح هذا، كثير ينقلوني وأنا أيضا رأيت هذا الشيء في وجوههم، كانوا ينقبضون، فللوهلة الأولى يتفاجؤون ويحاولون ماذا أن يشككوا في صدق صدور هذه الكلمات منه، فلما يكتشفون أنه بالفعل قد صدرت يلتمسون له المعاذير والرخص، تقية ما تقية ما أدري للصالح العام، من أجل الثورة، من أجل ما أدري مواجهة صدام، من أجل كذا، أيا كان، ما عنده استعداد أن يقول إنه أخطأ، ما عنده استعداد. يعني شوف إحنا بحثنا لما نتكلم عن أشخاص اللي مليون مرة أعظم من محمد باقر الصدر، كوميل بن زياد مليون مرة أعظم منه، عرفتوا شلون؟ بل لا قياس، ما يثير حساسية عند الأفراد. لكن إذا تحكي على محمد باقر الصدر مليون راية ترفع عليك، تزندق وتكفر، لأنه مع الأسف المرض البكري تسلل إلى أوساطنا اليوم، تقديس الرجال وتحصين الرجال وجعل الدين مشخصا في الرجال، وكأنه إذا سقط رجل سقط الدين، في حين أن الدين أكبر من الرجال، كما نحن نقول في مواجهة الفرقة البكرية الإسلام أعظم من أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة، أعظم من هؤلاء، فإذا سقط هؤلاء لا يسقط الإسلام، فليسقط الإسلام باق ببقاء محمد وآله عليهم الصلاة والسلام، ببقاء القرآن، ما عندنا مشكلة. يعني ليش مصورين المسألة كارثة على أنه إذا سقطت عائشة يسقط الدين؟ بالعكس، تسقط عائشة يقوى الدين أصلا، يتنزه الدين ويتصفى من أكاذيب عائشة وخزعبلات عائشة ورضاع كبير عائشة وما إلى ما هنالك من أمور موشكة. فنفس الكلام ونفس المنطق نوجهه إلى الشيعة، نقول أنتوا ليش صاير مرضكم مثل مرض البكريين؟ التشيع العظيم أكبر من محمد باقر الصدر ومن مليون محمد باقر الصدر، التشيع أعظم وأكبر من الوائلي، أكبر من خميني، أكبر مليون واحد من هالشخصيات. إذا سقطت هذه الشخصيات أو نقدت لا يسقط التشيع، التشيع باق ببقاء إمام العصر عليه الصلاة والسلام، ومن بعده هو باق بالمراجع العدول. شنو يعني مرجع عادل؟ يعني مرجع مستقيم العقيدة، ما عنده انحراف في العقيدة ولا عنده انحراف في السلوك، مو فاسق، مستقيم ماشي عدل. ما يقول أبو بكر عمر عادلان، اللي يقول أبو بكر عمر عادلان خارج عن التشيع كائنا من كان. تريدون منا أن نبيع فاطمة الزهراء ونشتري محمد باقر الصدر؟ شو أسوي محمد باقر الصدر أنا يوم القيامة؟ شو أسوي؟ راح يشفع لي محمد باقر الصدر يوم القيامة لو ينجيني من النار؟ أنا التي تنجيني فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام، أنا ما عندي استعداد أن أواجه فاطمة الزهراء أو أواجه ربي يوم القيامة وأنا أحمل عقيدة محمد باقر الصدر في أن أبا بكر وعمر كانا عادلين وكان حكمهما قائما على الإسلام والعدل، ما عندي استعداد. أخسر الزهراء أشتري محمد باقر الصدر، شو أسوي به؟ شو يصرفني يوم القيامة؟
لا، أقابل ربي يوم القيامة وأنا أحمل عقيدة فاطمة الزهراء التي كانت تقول عن أبي بكر وعمر أنهما ماذا؟ ظالمان. وخاطبتهما قالت: أما والله لأشكونكما إلى أبي رسول الله، إنكما ظلمتماني وأسخطتماني وما أرضيتماني، ولا أدعون عليكما في كل صلاة أصليها. كل الدنيا تعرف هذا الموقف من فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام، كل العالم يعرفه، شيعة وغير شيعة يعرفون الزهراء عليه السلام كانت تتهم أبا بكر وعمر بالظلم وتتوعدهما بالدعاء عليهما، يقول ما أسخطتماني ما أرضيتماني، أسخطتماني وما أرضيتماني. وسخط الزهراء يعني سخط من؟ سخط الله تبارك وتعالى. إذا واحد مسخوط عليه من الله عز وجل، شلون يكون عادل؟ شلون يكون حكمه قائم على الإسلام والعدل؟ شلون يصير؟ تقول قال هذا الكلام من وراء قلبه، مو من قلبه، هسه من وراء قلبه، من أمام قلبه، من يمين قلبه، من يسار قلبه، ما يهمني، ما يهمنا هذا الحكي. قول أخطأ، خلص شجع، قول نعم هذا كان خطأ مني، خلص ما أريد منك أكثر منها. شنو معصوم؟ مو معصوم، ليس معصوم من هذا الرجل. تقول مو هالشكل هو يسقط، هذول كبراءنا وزعماءنا وإلى آخره، يا عمي فليسقط، التشيع أعظم منه بكثير. وما عقمت الأمهات، أرحام الأمهات، أن تنجب مثله وأعظم منه. والحمد لله هاي علماءنا الأكابر العدول أصفياء العقيدة موجودين بحمد الله تعالى، سلفا وخلفا نستفيد منه، ما عندنا لا مشكلة شخصية معه ولا مع غيره. فلا يغترن أحد، هذا كلامي إخواني، لا يغترن أحد ولا يقعن بالذي وقع فيه كميل فنقص حظه. نقص، خلي نحاول إحنا نستفيد من أخطائنا وحتى من أخطاء أسلافنا. العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه في بحار الأنوار في المجلد 33 الصفحة 399 ينقل هذا الخبر عن إرشاد القلوب للديلمي رحمه الله، يقول: خرج أمير المؤمنين عليه السلام ذات ليلة من مسجد الكوفة متوجها إلى داره، وقد مضى ربع من الليل، ومعه كميل بن زياد، وكان من خيار شيعته ومحبيه. فوصل في الطريق إلى باب رجل يتلو القرآن. شوف تخيل المنظر، مضى ربع من الليل، أمير المؤمنين خرج من مسجد الكوفة رايح إلى داره، مصاحب معاه من؟ كميل بن زياد. مروا على بيت في الطريق، وفي هذا البيت رجل يتلو القرآن في ذلك الليل في ذلك الوقت، ويقرأ قوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. يقول: وهو يقرأ بصوت شجي حزين. أي واحد منا عادة يتعرض إلى هذا الموقف يتأثر ويغتر بصراحة،
تمر على باب بيت واحد تسمع يقرأ القرآن ويبكي وبصوت شجي حزي، هذا إذن ما يرائي، هذا يرائي قاعد ببيته. أنت اتفق يعني تصادف مثل ما يقول أنه أنت مريت يم باب بيته سمعت هالشكل من داخل البيت، تقول والله هذا خوش إنسان، شلون إنسان متدين ويخاف الله عز وجل بالليل قاعد يتهجد ويقرأ القرآن. فاستحسن كميل ذلك في باطنه وأعجبه حال الرجل من غير أن يقول شيئا. يعني شو ما صدر منه كلام، هو مع أمير المؤمنين ما قال يا أمير المؤمنين لله در الرجل مثلا، ما أعبده مثلا، ما أخشعه مثلا، ما قال، كتمها بباطنه، قال هذا يعني في باطنه قال استحسن حال الرجل. زين، من غير أن يقول شيئا فالتفت صلوات الله عليه وآله يعني أمير المؤمنين إليه إلى كميل وقال يا كميل لا تعجبك طنطنة الرجل إنه من أهل النار وسأنبئك فيما بعد. أنت سقطت في الاختبار، اغتررت، أنا معلمك أنه لا تغتر، أنت رحت كشفت عن عقيدة الرجل، عرفت هذا اللي دي طنطن الآن ويدعو ويقرأ الآية الكريمة ويقرأ القرآن ويخشع ويتهجد ويعبد، عرفت حاله شنو، عرفت هذا من أي فرقة، من أي جماعة، عقيدته ماذا، عرفت، فلماذا استحسنت حاله؟ تكليفك أول ما تشوف النماذج تثبت توقف، لا تأيد ولا تعارض، لا تستحسن ولا تستهجن إلى أن تتأكد، ثم بعد ذلك تتخذ موقف. تتأكد تقول والله هذا إنسان مؤمن مسلم صالح خير، عقيدته سليمة، معتقد بإمامة الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، متبرئ من أعدائهم، ليس منحرفا، تقول إيه، تستحسن حاله حينئذ. أما عليكم السلام، عليكم السلام ورحمة الله. أما إذا وجدت العكس تستهجن حاله فورا ولا تهتم بعبادته أصلا ولا بما يفعل، تقول هذا من الشيطان ومن أهل النار إلا أن يتوب. يقول فتحير كميل، تحير ليش أمير المؤمنين يقول عن هذا الرجل إنه من أهل النار. تفتحير كميل لمكاشفته له على ما في باطنه. هذه أول حيرة، أولا أنا ما أبديت شيئا، أمير المؤمنين كيف علم أنني استحسنت في باطني حال الرجل؟ زين، ولشهادته بدخول النار، يعني هاي الحيرة الثانية، سبب للحيرة، السبب الثاني للحيرة، ولشهادته بدخول النار مع كونه في هذا الأمر وتلك الحالة الحسنة. حاله حال حسنة، شلون أنا، شلون أمير المؤمنين عليه السلام يقول من أهل النار. ومضت مدة متطاولة إلى أن آل حال الخوارج إلى ما آل. خوارج انشقوا على عن أمير المؤمنين عليه السلام في صفين ودفعوه إلى التحكيم، ثم بعد ذلك رفضوا التحكيم الذي دفعوه هم إليه وخرجوا عليه من جديد وقالوا له تشهد على نفسك بالكفر حتى نقبل وتتوب بعد إذن حتى نأتي معك من جديد. ناس مخابيل. فأمير المؤمنين عليه السلام حاربهم في النهروان ولم يبق منهم إلا 10، 9، أقل من 10،
زين، قتل معظمهم إلى جهنم وبئس المصير. واحد من المقتولين كان هذا. إلى أن آل حال الخوارج إلى ما آل، وقاتلهم أمير المؤمنين عليه السلام، وكانوا يحفظون القرآن كما أنزل. كانوا أهل القرآن الخوارج وأهل عبادة. ليحقرن أحدكم صلاته حين ينظر إلى صلاتهم. حقيقة شيء عجيب كانوا الخوارج، لكن هذا من الشيطان. الشيطان يخليهم والعبادة، بل بالعكس يحبب لهم العبادة. شوفوا احنا عادة عندنا مشكلة مع الشيطان لما نروح نعبد. اروح انام نومة لذيذة، جو بارد بلندن، الليل طويل، عرفت شلون؟ كلش نومة لذيذة. بعدين أوقت الساعة، الساعة 2 بالليل، على أساس أقوم ماذا؟ حتى أصلي صلاة الليل وأحيي الثلث الأخير من الليل مثلا، عرفت شلون؟ ترن الساعة أطفيها، أكون ماخذ حسابي موقت الموبايل، يرن الموبايل أقوم شوية، أقوم ألاقي تثاقل وتعب، أسا شي وديني إلى المغسلة، ماء بارد، لازم أغسل وجهي، خلي أكمل النوم. هذا شنو سببه؟ مليون شيطان إجا أمام وجهي يريد ماذا؟ ينومني. ارجع نام، الفراش دافئ، عرفت شلون؟ الجو بارد، مو واجب. شنو صلاة الليل واجبة؟ أنت لا نبي ولا وصي، خليها للأنبياء والأوصياء، أنت قوم لصلاة الصبح. بعض الناس هم صلاة الصبح تصير هم يجي شيطان بعد وقت. الآن ما يعني ما مضى الوقت، أكو مجال شوية نام أكثر، شوية نام أكثر، بعد وقت بعد وقت، آخر شيء آخر 5 دقائق يروح يصلي. هذا إذا ما طلعت الشمس أصلا عليه. هذا سبب ليش؟ ليش تحس بتثاقل؟ شيطان يجيك، شيطان يأتيك يحاول ينومك، يجعلك تتثاقل. طيب إش عجب إذن نلاحظ بعض الأحيان من هم منحرفو العقيدة، ما ترن الساعة إلا قام كما يقوم التيس، وصل المسجد أصلا، عرفت شلون؟ حتى يروح يصلي. شنو السبب؟ الشيطان مو فقط يأتي أمامه حتى يجعله يتثاقل، بالعكس الشيطان يدفعه، يعطيه قوة من ورائه هكذا، يلا روح صلي، روح 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 صلي. الشيطان يساعده. ليش؟ لأنه منحرف العقيدة. والشيطان إحدى وسائله لإضلال الناس هي أن يضلهم بالدين، يعني ينتخب جماعة ممن يحملهم على الفواحش، فإذا ارتكبوها يريد إخراجهم من حالة الشعور بتأنيب الضمير والإثم، فيحملهم على العبادة والتخشع، لكنه يحملهم على أن يوالوا الأئمة الذين يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. زين، فتكون هنالك جماعة بيد الشيطان همها إقامة دين، ولكن على موالاة الأئمة الذين يدعون إلى النار. دين البكرية مثلا، دين اليهودية، دين النصرانية، دين المجوسية، أيا كان، خوارج، فرق خوارج، فرقة المعتزلة، فرقة الزيدية، فرقة الإسماعيلية، الفرقة البترية اللعينة، كلها فرق صنيعة شيطان، يحاول أن يصنع نسخ بديلة عن الإسلام الحق، له رموز، وبعدين هاي الرموز لازم تحترم، رموز إسلامية وما يجوز نطعن في رموز الغير، الرموز الإسلامية لازم نحترمها.
عرفت شلون؟ يشجع الشيطان الناس على أنه لا ترى هذه رموز ولابد أن تحترم، ما يصير نتكلم على رموزهم حتى لا يتكلمون على رموزنا. وبهذه الطريقة يسوق الباطل ويتأسس ويشيع في أوساط الناس، ما تقدر تتحرك حتى تريد تتكلم، تقول يا عالم هذه ترى نسخة بديلة والرموز هذه مو رموز، هذه لابد أن تسقط. ما يخلوك تتحرك. شوف الشيطان شلون نجح، نجح بطريقة خبيثة جدا في ترويضنا، إنجاز التعبير. من ذاك الأوحدي من الناس الذي يستطيع أن يقاوم هذه الخطة الشيطانية المحكمة؟ يحتاج توفيق عظيم من الله تبارك وتعالى حتى يقدر يرجع الناس إلى أن ينتبهوا. الرواية ماذا تقول؟ الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. إحنا نريد أن نموتهم قبل أن يموتوا حتى ينتبهون. هم في الرواية موجود، موتوا قبل أن تموتوا، موتوا قبل أن تموتوا، استشعروا الموت وانتبهوا للوازم الموت قبل أن تموتوا. يا أيها المسلمون انتبهوا، رسولكم قال تفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وأميركم قال، أمير المؤمنين علي عليه السلام، 13 فرقة من 73 تنتحل مودتنا وولايتنا أهل البيت، 12 منها في النار وواحدة في الجنة. أنت تعال الآن قسم، شوف أنت من أي فرقة، لا تقول كلنا مسلمين ادعاء، لا شوف من كلنا مسلمين من أي فرقة من 73 أنت، ابحث زين حتى تكتشف هل تكون مع الفرقة التي تقول إن رسول الله كان يسهو سهوا شيطانيا وينسيه الشيطان مثلا، حتى آيات القرآن الحكيم يسقطها كما تقول عائشة في البخاري فتعتقد بهذا الاعتقاد. فأنت هذه الفرقة الآن لما تقسم الفرق ال73 تشوف فرقة تعتقد بهذه الاعتقادات، هذه الفرقة أولى بأن تتبع؟ ما تحس بأنه أنت من 72 اللي في النار لو تروح تمسك بالفرقة هذه الناجية التي تقول حاشا وكلا رسول الله لا ينسى القرآن ولا ينسيه الشيطان القرآن كما تزعم عائشة الله عصمه من ذلك؟ فرقة الشيعة، تروح مع الشيعة تقول هاي الفرقة الناجية، بعدين تدخل الشيعة تشيع، هاي مشكلة الإخوة المتشيعين، بس يدخلون التشيع يقولون واويله خرجنا من مكان، خرجنا من دوخة دخلنا بدوخة أخرى، تبين هم التشيع عالم، تصور التشيع كان متصورين تشيع يعني ملة واحدة، لا طلع ملل ونحل ومذاهب وفرق، شي خلصنا؟ لا، هم ميز، قسم التشيع إلى 13 فرقة، 12 ذبهم كلهم بالزبالة، واحدة من هذه الفرق امسك بيها. شوف هاي الفرقة البترية، هاي اللي بالتشيع اللي يقول لك لازم تحترم أبو بكر وعمر وتحترم عائشة أم المؤمنين، ها؟ ولأجل عين ألف عين تكرموا واحترموا رموزهم وما أدري كذا، ومن هاي الأمور الملوثات التي تريدك أن تقعد عن مجاهدة أعداء الله وعن أن تنال منهم بلسانك كما أوصاك إمامك الصادق عليه السلام، من أعاننا بلسانه على عدونا لقاه الله حجته يوم يلقاه، مضمون الحديث الشريف. شوف أنت هذه الفرقة هذه أهل أن تكون معها لو تروح مع فرقة الرافضة الأبرار،
الأخيار الذين يقولون لا حرمة لمنافق حتى وإن تعاظم شأنه. عمر منافق، خليه يتعاظم شأنه، إن شاء الله 99% من البشر يوالونه ويعظموه، نبقى إحنا على حق ولا نحترمه لأنه أكثرية البشر يحترمونه مثلا. وكذلك عائشة، وكذلك أي شخصية من الشخصيات. أو تروح إلى فرقة أخرى من 12 فرقة هذه الهالكة إلى جهنم وبئس المصير، فرقة التي تعتقد بالعرفان الباطل، وحدة الوجود والموجود، الفرقة التي تعتقد بابن عربي كشي يسموه الشيخ الأعظم أو شيخ الموحدين، الشيخ الأكبر، هذا الزنديق اللي لما خميني أرسل رسالة إلى غورباتشيف يدعوه إلى الإسلام، دعاه قال له شنو عليك، يعني يدعوه إلى أن ينظر في الإسلام، أي كتاب يرشح له حتى يعني يتعرف على الإسلام من خلاله، كتب ابن عربي، ويقول له يعني اقرأ كتب هذا الشيخ العظيم، يعني ما مو في ظني أنه قال له تعال اقرأ كتاب نهج البلاغة مثلا لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، يعني كأنه يريد إدخاله إلى إسلام من نوع خاص، هو إسلام ابن عربي، مو إسلام محمد وآل محمد عليهم الصلاة والسلام، مو إسلام علي بن أبي طالب. هذه مأساتنا مع القوم أيها الأخوة. أنت من تدخل التشيع هم قسم التشيع، قول أكو فيه أمير المؤمنين قال 13 فرقة، اختار الفرقة الناجية، ولا يأخذنك التعصب للرجال، ولا تقع فيما وقع فيه غيرك. كميل وقع ولكنه استدرك وتاب رضوان الله تعالى عليه، ولذا صار كميل الجليل العظيم، وإلا لو كان عمل فعل كما يفعل جهلة هاي الأيام والمتعصبين هاي الأيام كان ما يكون كميل، كان يصير ابن عباس، كان يصير الزبير بن العوام. الزبير هم كان شيعي ولكن أخذته العزة بالإثم فيما بعد، عاند، اغتر وعاند، اغتر بعائشة واغتر بابنه واغتر بنفسه إلى أن سقط في الاختبار سقوطا نهائيا، ولم يستدرك ولم يتوب، حتى بعدما ألقى أمير المؤمنين عليه السلام عليه الحجة وذكره بحديث رسول الله إنك تقاتلني وأنت لي ظالم، ما تتذكر؟ قال إي والله أتذكر، فترك المعركة هو رجع. من الذي وسوس إليه وجعله يرجع؟ ابنه عبد الله، قال له شلون ترجع؟ رجعت لأنك جبان، مو جبنت من سيوف رأيتها لبني أبي طالب أو لبني عبد المطلب، مو هكذا؟ قال له ويحك متى رأيت أباك جبانا، فحمل السيف ودخل بالمعركة من جديد، بس حتى يبين رجولته يعني وشجاعته أمام ابنه. وبعدين هم طلع قتله ابن جرموز وراح إلى جهنم وبئس المصير. تقول الرواية ومضت مدة متطاولة إلى أن آل حال الخوارج إلى ما آل، وقاتلهم أمير المؤمنين عليه السلام، وكانوا يحفظون القرآن كما أنزل. فالتفت أمير المؤمنين عليه السلام إلى كميل بن زياد، هذا في النهروان بعد المعركة، وهو واقف بين يديه والسيف في يده يقطر دما، ورؤوس أولئك الكفرة الفجرة محلقة على الأرض، فوضع رأس السيف
على رأس من تلك الرؤوس، أمير المؤمنين خلى رأس سيفه على ماذا؟ على رأس من تلك الرؤوس، وقال: يا كميل تعال، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، تذكر لو ما تذكر، أي هو ذلك الشخص الذي كان يقرأ القرآن في تلك الليلة فأعجبك حاله، فقبل كميل قدميه، كميل قبل قدمي أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام واستغفر الله، سقط في الاختبار لكنه ماذا؟ استدرك واستغفر، واستغفر الله وصلى على مجهول القدر، يعني أمير المؤمنين، قال: اللهم صل على عبدك أمير المؤمنين مجهول القدر هذا، لأنه أمير المؤمنين قال: أنا سأنبئك فيما بعد، ونبه بعد كم سنة لما وقعت فتنة الخوارج. هذا درس. شوفوا كميل، إحنا لما قسمنا قلنا أنه أصحاب أمير المؤمنين فيهم صفوة شرطة الخميس 5000 6000، ثم من الصفوة صفوة اللي على مستوى عمرو بن الحمق مثلا، هذول اللي أكثر من 100 ما عنده أمير المؤمنين، ثم من هؤلاء الصفوة صفوة صفوة الصفوة اللي أقل من 50 كما قال الباقر عليه السلام، ثم صفوة صفوة إلى أن يوصل إلى واحد مثل مالك الأشتر اللي ماكو منه اثنين ماكو منه واحد. طيب ما الذي جعل رجلا عظيما ككميل بن زياد لا يرقى إلى مستوى مالك؟ لازم نفكر. هذا ما بين يدينا ونستطيع أن نحلل ونستنتج هكذا، نقول هذا موقف يتعلق بماذا؟ بفكر كميل. شوف في ذلك الموقف شوية تهور، تهور في أي جانب؟ قد واحد يقول هذا من الأخلاق الإسلامية الصحيحة، أن يحمل الناس على الظاهر وأن يحملهم على الخير، لا يسيء بهم الظن. يعني لما يشوف واحد يتهجد بالليل ويتعبد ويقرأ القرآن ويحيي الليل، تكليفه الأخلاقي الشرعي الأدب الأخلاقي أن يحمله على خير، يقول هذا من أهل الصلاح، إلى أن يظهر العكس. مو لازم تحمل أخيك على 70 محمل، مو لازم دائما تحمل الناس على الصحة، تحمل الناس على الخير. نقول نعم، ولكن بشرطها وشروطها، والناس غافلون عن شروطها. إذا كان المجتمع الغالب فيه الخير تحمل الناس على خير، إذا كان المجتمع الغالب فيه الفساد تحمل الناس على الفساد، إذا كان الغالب على المجتمع الصلاح تحمل الناس على الصلاح وتحسن الظن بهم، أما إذا كان الغالب على المجتمع الشر والباطل والفساد فتسيء الظن بالغير، تسيء الظن. أنت تعال قيم الآن زماننا كيف؟ زماننا الغالب فيه الصلاح أم الفساد؟ الفساد. إذا تقولون الفساد، إذن أول ما أنصحك به أنا أقول لك: لا تغتر وافترض سوء النية في الغير إلى أن يثبت لك العكس. وهذا مو كلامي، كلام النبي الأعظم، كلام الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام. أما الناس تجهل هذه الروايات، تجهل هذه التعاليم. أنا أتيك فقط بحديثين، وإلا أحاديث كثيرة فيها في هذا المضمار. ارجعوا إلى تحف العقول،
لابن شعبة الحراني في الصفحة 54: النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول: ما هذا نصه؟ احترسوا من الناس بسوء الظن. مو حسن الظن. واحد يتعجب يكون النبي دائما يدعونا لحسن الظن بالآخرين، لأما نعم صحيح، ولكن إذا غلب الفساد على الزمان وأهله سوء ظن، لأنه معنى أن تحسن الظن بالآخرين أنك تفترض أن القرية التي تعيش فيها قرية فاضلة. إذا عندك هكذا مجتمع صار أحسن الظن. عندك ما صار هذا، مثل واحد اللي يروح في بلد كافر مثلا، قرية كافرة، ويريد يروح يأكل من لحمهم، يقولوا له ليش؟ يقول أنا أحسن الظن ذابحين حلال إن شاء الله. ما يصير، ما يصير هذا الكلام. الأصل هنا عدم التذكية، لا التذكية. نعم إذا رحت بلد إسلامي، بلد قرية مسلمين، إذا فيها قسم من النصارى أو قسم من الكفار أو غير المسلمين، إيه لك أن تبني على حجية سوق المسلم، بعد خلاص تشتري من السوق تقول هذا مذبوح حلال إن شاء الله، ما في إشكال. نفس الشيء ها. حسن الظن مبني أن تكون الأجواء صحية. الغالب على الأجواء ماذا؟ الصلاح، الصحة، حتى تحمل على الصحة وحتى تبني على حسن الظن بالآخرين. أما إذا أجواء مرضية، وإحنا إخواني نعاني حتى في عواصمنا الدينية، حتى في حوزاتنا الدينية نعاني من الأجواء المرضية، نعاني من الفساد، الانحراف الديني، الانحراف العقائدي، نعاني. أنا شخصيا الآن ما أحمل على الصحة أو على الخير، أحسن الظن بأحد لا، الزمن علمني أنه ما أثق بأحد إلى أن أتأكد من ثقة من وثاقتي، إلى أن أتأكد من صلاحي، إلى أن أخبز زين مثل ما يقولون، أعرف زين بعد إذن. إذا تبين بالفعل هذا رجل ورع متقي مستقيم العقيدة صالح، حينئذ أؤيده. ولهذا السبب تجدونني أتحفظ كثيرا أمام أي شخصية تطلع وأسأل عنها، وظاهرها قد يكون الصلاح في بادئ الأمر. ما أريد أن أتسرع أقع فيما وقع فيه كميل مثلا، لا، شوية ألزم بريك وأقول خلي أتأنى إلى أن أتبين الحال. إذا ظهر لي شيء مضيت عليه، ما ظهر أنا أتوقف، ما أورط نفسي ولا أورط الناس معي. تقول لي هذا سوء ظن بالآخرين، إيه سوء ظن. أنا أطبق كلام النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: احترسوا من الناس بسوء الظن. قضية الدين إخواني، يا ما تورطنا وتبهذلنا بسبب تأييدنا لأناس بعدين انكشفنا أنهم من أهل الدنيا، أنهم لا دين لهم، لا ورع لهم، لا تقوى لهم. يا من خدعنا بأناس، ما نريد بعد نكمل، إلى متى نستمر بهالحال؟ تورطنا وراحت دماء بسبب ذلك. سامري والقطيف يوما من الأيام كان جل الناس مخدوعون به، وراح الدماء من ورائه. بعدين شفنا أخيرا هم رجع وصار ماذا؟ مصالحة مع آل سعود. الناس راحت دماءها، والناس اللي راحوا بالسجون، وبعد ذلك يا ريت بس رجع بس هكذا مصالحة وفي أمان الله. لا، يعبث في العقيدة ويفسد في العقيدة ويترضى عن أبي بكر وعمر. ومرة طالع أصلا يقول أصلا أنا أفتي بأنه حرام التعرض لأبي بكر وعمر، كأنه الآغا صار أهلا للفتوى. عرفتوا شلون صارت عندنا هالمشاكل إخوان؟ طيب شو نسوي؟ خلينا نتعلم من أخطائنا، نتثبت.
احترسوا من الناس بسوء الظن. وبعد حديث الثاني هذا في الكافي الشريف في المجلد الخامس الصفحة 298 بسنده عن موسى بن جعفر صلوات الله عليهما الإمام الكاظم يقول إذا كان الجور أغلب من الحق لم يحل لأحد أن يظن بأحد خيرا حتى يعرف ذلك منه. يقول إذا شفت الأجواء مرضية، الأجواء فيها فساد جور أكثر من الحق، لا يحل لك، شوف لا يحل، يقول لم يحل لأحد أن يظن بأحد خيرا حتى يعرف ذلك منه، إلى أن يتأكد يعرف 100% أنه خير، حينئذ يظن به الخير. أما ما تبين ما عرف أنه خير لا يحل أن تظن فيه خيرا، لا يحل لك أن تظن بأحد خيرا. هذا الذي نقوله ونحن عالمون بأن كثيرا قد يلومنا على أننا قد نرسم بذلك صورة سوداوية عن مجتمعنا الإسلامي، وأن نتيجة الالتزام بمثل هذا أن تكون الريبة والشك فاشية في أوساط المجتمع، الكل يشك في الآخر، يشكون في بعضهم بعضا أنه هل هذا من أهل الصلاح، لا أنا خلي أسيء الظن به إلى أن يثبت العكس وهكذا. لا إخواني، نحن لا ندعو لا إلى إفراط ولا إلى تفريط، نحن مع التوازن المنهجي. حاول لا أن تكون ذا نظرة سوداوية تلبس نظارة سوداء تطالع بها العالم، ولا أن تخلع النظارات فما تشوف عدل، لا خذ لك نظارة ماذا شفافة وفيها احتياط، هذا ما اخترعوها النظارة ما أدري شلون، نظارة متوازنة لا تتهور لا في تأييد أحد ولا تتهور كذلك في القدح في أحد، خليك متوازن، خليك بالوسط، لا تأيد إلا إذا عرفت وتبينت وتأكدت، ولا تعارض أيضا إلا إذا عرفت وتبينت وتأكدت، كلاهما إحنا من الطرفين نحارب، لأن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام كذلك يقول في الطرف الآخر، يقول من علامات الجاهل، من علامات الجاهل الإجابة قبل أن يسمع والمعارضة قبل أن يفهم والحكم بما لا يعلم. أيضا ما يحق لك تعارض أحد قبل أن تفهم منه، ويا ريت الناس الذين يعارضوننا يطبقون وصية الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. أنا أقبل بأن تعارضوني، بس أولا افهموا. 99% من المعارضات الموجودة الآن لي أنا شخصيا محدثكم وأخوكم، 99% مبنية على ماذا؟ على سوء الفهم، ما فاهمين أصلا، أصلا ما فاهم شنو أنا قايل، سامع من هذا وسامع من هذا، وما أخذ له مقطع مبتور بالإنترنت من هنا وهناك، عرفت شلون؟ من المقاطع اللي موجودة في الإنترنت وخلص، باني عليها موقف وصل إلى حد الطعن حتى في الشرف، ما فاهمين. ياما أناس جاءوا واستبرأوا الذمة فيما بعد، شنو كان خللهم؟ عارضوا قبل أن يفهموا.
استمع لي جيدا، اعرف ما هو منهجي وفكري ورؤيتي جيدا، ثم بعد ذلك انتقد وعارض. أنا معك، أنا معك أن تنتقد وتعارض، أنا أنتشي بالنقد للعلم، يعني تصير عندي حالة نشوة بالنقد. ويعرفون الأخوة مني هذه الطبيعة، لما ينتقدني أحد أنتشي، يعني يساعدني على أنه ماذا أفكر أكثر وأتعمق أكثر. عرفتوا شلون؟ قضية إثبات وقوع عائشة في الفاحشة كانت عندي في البداية مجرد فكرة، مجرد استنتاج بسيط، شاورت فيه بعض أكابر العلماء، وأنا أقول، وهذا الحكي كان في قم مو الآن، قبل سنوات عديدة، شاورت به بعض الأكابر من العلماء هناك في قم، وأنا أقول لهم حينما كنت أتكلم معهم أنه أنا أتوجه إلى هذه الفكرة مع اعتقادي بأنه إن ثبتت فلا جواز لعرضها من باب التقية. يعني كنت أحمل أنا هذه الفكرة في بالي أنه لا، حتى لو ثبت لدي أنها زانية، أنها فاحشة، فلن أعرض ذلك على الملأ. أسأل أبو جمال يسألني شنو صار شيخنا، هو هذا اللي صار، حتى تعرفون هذا للتاريخ. ليش أقول لك أنتشي بالنقد؟ مضيت شيئا قليلا في التحقيق في هذه المسألة، لم أمضي كثيرا الحقيقة، إلى أن جاءني سؤال، كان سؤالا، ما أتذكر أي سنة، يمكن سنة 2006، لا يمكن قبلها، يمكن 2005 كان على ما أتذكر هكذا، يعني لأنه بداية مجيء إلى بريطانيا أنا جيت تقريبا 2005، آخر 2004-2005. أنا أتذكر بعد كم شهر جاءني السؤال هذا على الموقع، من أوائل الأسئلة اللي كانت على الموقع، فإذا ما مضت إلا أشهر من مجيء هنا، لأن الموقع افتتح مع مجيء إلى بريطانيا. فكان سؤالا، مجرد سؤال، فأجبت بجواب أن ذلك لا يبعد بناء على بعض الآثار، وذكرتها هالشكل، يعني على، يعني شلون أقول، إحنا كنا إلى الآن في المقبلات، يعني ما دخلنا بالثريد، عدل فضل عائشة كالثريد على سائر الطعام، ما دخلنا بالعمق إلى الآن، بس هالشكل. طيب ما الذي جعلني أغير الفكرة أنه هذا كان شيئا لا ينبغي التصريح به، ثم صرحنا به؟ لما رأيت أن العالم قد تطور بشكل عام، وأن هنالك مساحة من الحرية يمكن بحدودها أن يكون هنالك جواب، سؤال وجواب على موقع يتيم في الإنترنت يحمل هذا الأمر، لا إشكال فيه. ما الذي حصل إلى أن طور الأمر إلى كتاب من أكثر من 1000 صفحة؟ النقد، ومع الأسف كان نقدا غير مؤدب. فلما يصير حالة نقد لي أنا أنتشي وأضطر إلى أن أحقق أكثر في المسألة. نقدوا هذا الجواب، جواب يمكن من 4-5 فقرات مو أكثر، يعني يمكن صفحة، صفحة ونص، مو أكثر من ذلك. نقدوا الجواب، فنقدت النقد، نقدوا نقد النقد، وهكذا، إلى أن رأيت المسألة أنها تتطلب مني استفراغا لوقت وجهد حتى أطلع، شنو يقولون، أطلع قرارها يعني. فألفت هذا الكتاب كاملا، أكثر من 1000 صفحة في هذه المسألة، وخرست الألسن للعلم بحمد الله، يعني ما استطاع أحد حتى الساعة أن يعارض الكتاب، وليتهم يفعلون، ليتهم، لأن هذا سيجعلني أنتشي أكثر وآتي بما وراء الفاحشة.
السنة الماضية تتذكرون كانت البحوث التي عرضتها في شهر رمضان، قلت لكم هذه عبارة عن جزء من ملازم مخطوطات ما وراء الفاحشة الذي لن أكمله. ليش؟ لأنه لعبة نفسي من عائشة، بصراحة لعبة نفسي، وكرهت عائشة وأم عائشة خلص، وأبو عائشة هم كرهتها، مليت، فما كملت ما وراء الفاحشة بصراحة ولن أكمله. عرفت منه بعض البحوث التي لدي اللي فيها توسع بعد أكثر مما في الفاحشة، أنتوا لاحظتوا عرفتها أكثر، توسعت أكثر، أثبت أنه لم يكن، لست أنا أول قائل بوقوعها في الفاحشة، لا أنتم متوهمين، هنالك غيرنا من العلماء الأكابر الأقدمين قالوا بأنها قد وقعت في الفاحشة، علي بن إبراهيم القمي، نظام العلماء التبريزي، ما يستشعر من الحر العاملي من كلماته وغير هذا الكلام اللي طرحناه كله. فإحنا ما يعني جئنا بشيء جديد للعلم، إحنا فقط يعني جئنا ربما لأول مرة بكتاب أفرد لهذه المسألة. كانت تلك الأقوال من أولئك العلماء في جملة كتبهم، ضمن كتبهم، أما ما أحد ألف كتاب خاص في هذا الموضوع، بس هذا اللي سوينا، ما جئنا يعني ببدعة كما يظن البعض. فعلى أي حال أنا أرتاح من النقد إخواني بالعكس، ولكن بشرط أن يفهموا، أما أن تعارض قبل أن تفهم فذلك من علامات الجاهل، كما قال جعفر بن محمد الصادق عليه الصلاة والسلام. أولا افهم، اقرأ جيدا، تابع جيدا، ثم انقد وتحمل نقد نقدك. وحاول هم لما تنقد لا تستخدم لغة شخصانية، لا تشخصن الموضوع. سبحان الله، أنا تنبأت بهذا الأمر في الكتاب ذاته إذا تتذكرون، أو إذا قرأتم في آخر صفحة لعله من الكتاب، في آخر صفحة، في آخر صفحة، هذا الكتاب مطبوع بالغلط كله من الملكة، بادي من اليسار إلى اليمين هالشكل، بالعكس، لأنه هذول المطابع البريطاني متصورين رقم واحد، الصفحة الأولى عندهم من الجهة الأخرى باعتبار اللغة الإنجليزية. فديروا بالكم اللي يقرأ الكتاب ترى بهالشكل معكوس يمكن يثبت عنده شرف عائشة، مو فاحشة، العكس. زين، شنو قلنا احنا؟ تنبأت النقد اللي طلعناه في آخر صفحة، تنبأت بذلك. اي صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عداهم. قلت هكذا، كل ما أتوخاه ألا يطمر الحق الذي أظهره هذا الكتاب بضجة مفتعلة حول ماتنه كاتبه، فينتقل الانشغال الذهني مما في المؤلف إلى ما في المؤلف. لأنه أنت تلاحظ المشكلة الذي يأتينا من ردود واعتراضات شخصانية فقط، تركز ضربات على هذا الإنسان، عميل، ما أدري مدرس، ما أدري شنو بعد، شرطي كان، هالأشياء اللي موجودة، الأكاذيب اللي منتشرة هنا وهناك، فيشغلون المجتمع بالشخص لا بالفكر لا بالاستنتاجات والرؤى، وهذه هي المصيبة. حين تتحرك جهات معادية للحق في الخارج وأخرى منهزمة للباطل في الداخل، فتجتمع يد هذه مع يد تلك، ويجتمع لسان هذه مع لسان تلك لإشغال الأمة بالشخص بغية إسقاطه لإسقاط نتاجه.
ألا لا ينطلين ذلك على أحد، فإنما هي شنشنة نعرفها من أخزمي، ولا ينظرن أحد إلى من قال، ولينظرن إلى ما قال. فليس الكلام في الشخص والأشخاص، إنما الكلام فيما حوته دفتا هذا الكتاب من معارف وحقائق، وما انتهى إليه من نتائج قوامها الدليل والبرهان. هذا الذي قلنا. سبحان الله، كنت حاس أنه القضية راح تكون هكذا، كنت شاعر بأن القضية ستؤول إلى هذا المآل، وبالفعل آلت إليه. نقاش كله في الشخص، نقد بأدب ماكو أبدا، بعلم مع الأسف لا يوجد، لغة استهزائية أو استحقارية أو استعلائية، عرفت شلون؟ هكذا يتخاطبون مع عامة الناس، وليس لديهم استعداد أن ينزلوا إلى ساحة النقاش الجدي في هذه الأمور. المنصفون قلائل، الحمد لله المراجع العدول أنصفونا مع الكم الهائل من الضغوط التي مورست عليهم، سواء المراجع في قم المقدسة أو النجف الأشرف، مع الكم الهائل من الضغوط التي مورست ضدهم حتى يفتوا ضدنا أو أن يجرمونا أو يؤثمونا، اكتفوا بالصمت، ومن زارهم سرا وسألهم عنا قالوا ما يفيد أننا نختلف معه في بعض الأمور، لكن ذلك ليس موجبا لإسقاطه أو جرحه أو ما شاكل ذلك. نختلف معه في التوقيت، أنه هذا مو وقته مثلا، كما نقلوا عن السيد السيستاني مثلا، يقول أنا أختلف معه بالتوقيت، هذا مو وقته مثلا، رأي. أما على الأقل يحترمنا، نحترمه. تورعوا عن أن يتوغلوا في التسقيط الشخصي والبهتان والادعاء أن ملكة بريطانيا عندها علاقة ويانا وطلعتنا من السجن، ومن هالتصرفات الصبيانية والادعاءات السخيفة الخرقاء الحمقاء اللي ما يصدقها إلا الأبله، الأبله يصدق، عرفت شو؟ هل هالأشياء الدعاوى هاي السخيفة اللي طالع. فالحمد لله المراجع من هالجهة انصفونا، احنا لا نجبر احدا على انه لابد ان يلتزم بما نقول 100%، لا، كل له رأيه واجتهاده ونظرته وتحقيقه ورؤيته للتاريخ الاستنباط منه وما شاكل ذلك. ليس امرا يعني بدعا ولا جديدا ان يكون هنالك خلاف في الساحة العلمية وفي الساحة الفكرية وفي الساحة الثقافية. إلى متى سنبقى هكذا متدنين في هذا المعترك العقدي والفكري والثقافي؟ دعونا نسمو عن هذه الحالة الشائنة، ونحاول أن نعود أنفسنا، نجعل أنفسنا تعتاد على أن يكون هنالك آراء متضاربة، فلتتضارب في أروقة العلم وعلى صفحات الكتب وعلى المنابر، منابر الدرس والتدريس ومنابر الخطابة، دون أن تتعدى إلى ما لا يحل شرعا، وهو الطعن في الذمم والشرف والطعن في الأفراد كأفراد. نعم، لو كان ها هنا تجاوزا لحد من حدود الله عز وجل، لو كان ها هنا تجاوزا لخط من خطوط العقيدة الحقة، فنعم لابد أن تصوب السهام إلى الشخص فضلا عن منهجه، ولكن نحن بحمد الله تعالى لم نتعدى لا هذا ولا ذاك،
وإلا ثقوا تماما لو كان هنالك تعد من قبلنا كما يظن بعض الجهلة، إذ يزعمون أننا نتعدى حدود الله حين نقذف عائشة على حسب زعمهم، أو حين نقول بهذه المقالة أو تلك، لكان أول من بادر إلى الإفتاء ضدنا المراجع العدول. شائعة من الشائعات اللي منتشرة طبعا كثيرا أنه مراجعنا ضده، ما تسمعون هذا الكلام؟ وهذه أكذوبة كبيرة. كم نسبوا أمورا للمراجع، بعدين لما الطالب يقول له أي مراجع، يجيب لك منه؟ يجيب لك نعث القم، مراجع الحكومة. مراجع الحكومة هؤلاء يعني يعتد بهم؟ المراجع اللي متناغمين مع النظام الإيراني، وأنت تعلم أنه بيننا وبين النظام الإيراني مشكلة موجودة أساسا، فليس حجة يعني لو تجيب لي خامنئي مثلا أنه ما أدري مصدر فتوى ضدنا وضد الإساءة لرموز إخواننا أهل السنة على تعبيره، هذا لا حجة بهؤلاء، من يعترف بهؤلاء أصلا؟ إحنا كلامنا إما المراجع العدول، مراجع الذين تدور عليهم الحوزات المعروفون، ليس أولئك الذين بيننا وبينهم أساسا مشكلة ولا اعتداد بهم أصلا، لا اعتداد بهم. لو كنا نحن قد تجاوزنا شيئا يعد خروجا أو مروقا عن الدين أو المذهب لبادر أعلام الدين في عصرنا ومراجعنا في هذا العصر ولا أفتوا ضدنا، مثل ما أفتوا في محمد حسين فضل الله مثلا، قالوا إنه ضال مضل. أما اذهبوا واجتهدوا، حاولوا تطلعون من واحد من هؤلاء العلماء الكبار أنه فلان ضال مضل، حاولوا تشوفوا شلون يصير. ضغوط كثيرة صارت عليهم في هذا الشأن، لا ندعي أنهم جميعا يوافقوننا، التفتوا جيدا، لا يفهمن الكلام أنا لست كاذبا، لست من النوع الذي يحاول أن يعني يصطنع تأييدا وهميا، كلا، أنا أعرف الوضع جيدا في النجف وفي قم، أقول لكم بكل صراحة هنالك من العلماء هنالك من المراجع من يؤيدنا هنالك من المراجع من يعارض، ولكن كلهم لا يتعدون حدود الشرع في التعاطي معنا، لا يتعدون ذلك، يبقى في الأمر في باب التخطئة وفي باب الإعذار، نعذر بعضنا بعضا. إلى هنا نتوقف في كلامنا، ولنا مع كميل بن زياد عليه الرحمة والرضوان موقف آخر يأتي إن شاء الله تعالى في الليلة المقبلة إن أحيانا الله تعالى. أحسنت سماحة الشيخ وطيب الله أنفاسكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة فدك وقناة صوت العترة، حياكم الله في هذا البث المباشر، ونستقبل اتصالاتكم ومكالماتكم. أخواني رحم الله والديكم، واحد يعطيني قلم. معانا الأخ علي من الجزائر، السلام عليكم. السلام عليكم أخوي علي، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. الله وبركاته. أولا قبل أن أبدأ في مداخلتي، أريد أن أبدأها بالآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، صدق الله العظيم. يا أخي والله تقولون بأن تقولون بأن الله أمر محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد بأن ينادي يا اذكر علي مظهر العزاء تجد عونه لك في النوائب كل هم وغم ينجلي به وليتك يا علي. الله يقول في كتابه الكريم ادعوني استجب لكم فلما تشركون بالله. يا أخي لماذا تشركون بالله؟ هذا سؤال. ثانيا سمعت أن علماءكم بعض علماءكم وهذا أمر لا تستطيعون أن تنكروه يفسر لي الكلمات المقطعة في كتابه الكريم في كتاب الله الكريم في سورة مريم كافة عين صاد كافة كربلاء وهلاك العترة، ما هذه التفاهات والطرهات؟ يا أخي أريدك أن تقرأ كتاب
الداعية الإسلامي الكبير أحمد ديدات القرآن معجزات معجزات، لكي تعلم شدة جهلك شدة جهلكم وشدة هذا الضلال. اقرأ هذا الكتاب وستعلم هذا الضلال الكبير الذي أنتم فيه. يا أخي لما ثلاث العتامة هذه التفاهات، تفسرون على هواكم وتدعون أننا نحن الذين نفسر على هوانا. اقرأ هذا الكتاب وانزع الغشاوة التي على قلبك. شكرا اخوي، وصلت فكرتك. عندنا احمد من مصر، السلام عليكم احمد. انقطع احمد من مصر. سمحت الشيخ بالبدايه يقول موجود احمد من مصر؟ محمد جواد. السلام عليكم. السلام عليكم، تفضل اخوي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلونكم شيخنا؟ الحمد لله، اهلا وسهلا اخوي احمد، تفضل انت على الهواء مباشره، تفضل. الله يحفظكم ان شاء الله. عبد الله رمضان كريم عليكم وعلى سمحت الشيخ. لنا وعليك ان شاء الله. حياك الله اخوي احمد، اهلا وسهلا. الله يعزك يا شيخ. اريد بس تعطيني مداخله اخ عبد الله لمده 3 دقائق لو سمحت. رحم الله وجهك. الو. صار اخي الله يخليك، تفضل ابدا 3 دقائق تفضل. جزاك الله خير، الله يحفظك. فيما يتعلق بالبحث بموضوع شرطه الخميس لهذه الليالي المباركه، اذ كانوا هؤلاء الشرطه قد عاصروا الإمام الأمير المؤمنين عليه السلام في حياته الشريفة، وكانوا من شيعته الخلص، وكانوا من المقربين إليه، يسمعون كلامه وجها لوجه، ولم يستطيعوا فهم ما أراده الإمام حيث يريد هو، فضلا عن أنهم كانوا على مستويات مختلفة ودرجات متفاوتة ومنازل مختلفة، فما بالكم بالذين أخذوا دينهم من أعداء أهل البيت عليهم السلام، أمثال أبا عمر وأبا بكر وعثمان وعائشة لعنة الله عليهم. ولا شك أن الطائفة البكرية في عصرنا هذا تتبع هؤلاء وتقدسهم. وهنا لدي سؤال حول بعض القنوات الفضائية الشيعية التي تستضيف بعض الشخصيات البكرية في قنواتها كعلماء بكريين أو دعاة أو خطباء أو باحثين إسلاميين في برامج تحت مسميات دينية إسلامية في المناسبات الشيعية تحديدا، ولا أعرف ما هو الهدف من ذلك لهذه القنوات. هل تريد تثقيف المجتمع الشيعي على الثقافة البتريّة أم لغرض المجاملات على حساب الدين الحنيف؟ وهل هؤلاء العلماء البتريين قادرين على إيصال الحقيقة كما هي وإيصال المعلومة الصحيحة إلى المجتمع عموما؟ وهناك سؤال آخر أخي عبد الله، هناك علماء وخطباء شيعة يظهرون في قنوات بكرية تبث الأفلام والبرامج اللا أخلاقية والغناء وما شابه ذلك، فما حكم هؤلاء الخطباء أو الشيعة يعني؟ وسلامي وتقبيلي أيادي الشيخ ياسر الحبيب. أحسنت، حياك الله، أهلا وسهلا، بارك الله فيك أخونا، حياك الله. وانت أخذت أقل من 3 دقائق، دقيقتين. شيخنا الأخ من الجزائر يقول أن الرسول صلى الله عليه وآله نادى في غزوة أحد نادي عليا مظهر العجائب، تجده عونا لك بالنواب، كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي كما قاله. يقول لماذا لم يدعو الله، ولماذا تشركون بالله؟ الرسول صلى الله عليه وآله أشرك بالله. تفضل شيخنا. أولا الأخ مشتبه، أن النبي صلى الله عليه وآله لم يقل في يوم أحد نادي عليا مظهر العجائب، هذا بيت الشعر قاله من بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله قرون. هذه قصة أخرى، قصة عبد الله الحطاب، وفيها هذا البيت شعر. هذا ليس حديثا شريفا، ليس في الحديث الشريف هذا الكلام، إنما الموجود، وهذا حديث عندهم أيضا ليس عندنا، الموجود أن النبي صلى الله عليه وآله كان في يوم أحد يقول يا علي اكفني هذه الكتيبة، اكفني هذه الكتيبة، رد هذه الكتيبة عني. فكان أمير المؤمنين عليه السلام يهجم على كتيبة بأكملها، قوامها 50-60 رجلا، فيبيدهم صلوات الله عليه. هذا اللي موجود، وهذا ليس من الشرك في شيء، ليس من الشرك في شيء. أنت الآن تقول يا فلان يا صديقي تعال اكفني مؤونة هذا الأمر، اكفني مثلا هذه الهجمة التي علي مثلا الآن في الدنيا، هذا من الشرك؟ لا يوجد عالم مسلم واحد يقول هذا من الشرك.
فلما تضخمون الأمور يعني؟ لما تضخمون الأمور؟ الاستعانة بالمخلوق جائزة ما دمت تعتقد بأن هذا المخلوق إنما يعينك بإذن الله عز وجل وبقوة من الله تبارك وتعالى. أنت قد تستعين بشخص يعينك على حمل السيارة حتى تبدل العجلة، تقول له تعال أعني حتى نرفع السيارة ونبدل العجلة مثلا. هذه الاستعانة لا أحد يقول إنها شرك لأنك استعنت بمخلوق، فإنك لو سئلت ما وجه استعانتك هذه ولما لم تقتصر على الاستعانة بالله، تقول أنا لو الآن أوقف تحت المطر إلى باكر الصبح أقول يا الله أعني أرفع السيارة ما راح ترتفع. الله جعل الدنيا دار أسباب ومسببات، فأنا أستعين بمخلوق لكن لا أرى استعانتي به استعانة برب أو إله، إنما استعانة بعبد لله. فكذلك نحن لما نستعين بالنبي الأعظم، لما نستعين بعلي أمير المؤمنين، نستعين بالأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام، إنما نستعين بعباد الله. ماذا نطلب منهم؟ أن يشفعوا لنا عند الله عز وجل، أن يدعوا لنا عند الله، هذا هو الموجود. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، الله ارتضى شفاعة هؤلاء. ولذلك أنتم أيضا البكريون ألستم تقولون آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والشفاعة المقبولة والشفاعة المحمودة؟ هذا هو النبي يشفع، أهل بيته يشفعون، القرآن أيضا يشفع. عندنا حديث عن أئمتنا عليهم الصلاة والسلام، القرآن شافع مشفع، يشفع لك القرآن، تختم هذا القرآن في شهر رمضان يوم القيامة القرآن يشفع لك، يشفع لك القرآن. فهذا ليس من الشرك في شيء، حرروا عقولكم. شيخنا يقول أن بعض علماءكم يفسرون الأحرف المتقطعة في بداية الآيات الشريفات، فيقول يفسرون على تفسيرات مختلفة، منها ما أدري شنو قال كربلاء. أي هذا هو لو يؤمن بالأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام لما قال هذا الكلام. نحن أمرنا أن نأخذ علوم القرآن ممن؟ من أهل القرآن، وهم أهل محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما دام قد ثبتت إمامة هؤلاء وأن الله ورسوله صلى الله عليه وآله أرشدنا إليهم وأمرنا أن نرجع إليهم ونتلقى عنهم علوم القرآن وتفسيره، فإننا لا نرد عليهم في شيء. قالوا هذا تفسير القرآن، هذا تفسير القرآن، خلاص أنتم الذين عندكم مشكلة في تفسير القرآن. أنتم من تأخذون تفسير القرآن؟ من ابن عباس، أبي هريرة، كعب الأحبار، يهودي يفسر لكم القرآن بارك الله بكم، وبعد منه مجاهد، مقاتل، ما أدري هذول الموجودين، سفيان، فلان، هذول اللي موجودين. شنو ذول؟ حسن البصري، ما قيمة هؤلاء أمام علي بن أبي طالب، أمام الحسن والحسين، أمام علي بن الحسين، أمام محمد بن علي؟ نحن روينا عن أئمتنا عليهم السلام أن قوله تعالى كاف ها يا عين صاد مؤول هكذا: الكاف كربلاء، الهاء هلاك العترة، كاف ها يا، يا يزيد لعنه الله، عين عطش الحسين، صاد صبر الحسين صلوات الله عليه. رمز خاص كسائر الرموز الموجودة في القرآن الحكيم، ألف لام ميم إلى غيرها من الرموز الموجودة، هاي الحروف المقطعة في أوائل السور، هذه رموز غيبية خاصة
من الذي يكشف لنا الغيب في ذلك؟ رسول الله. رسول الله ألقى هذا الغيب والعلوم إلى باب مدينة علمه علي بن أبي طالب، قال أنا مدينة العلم وعلي بابها. وعلي بن أبي طالب ورث هذه العلوم لمن؟ لابنه الحسن، والحسن ورثها للحسين، والحسين ورثها لعلي بن الحسين، وعلي بن الحسين ورثها لمحمد بن علي، ومحمد بن علي ورثها لجعفر بن محمد، وهكذا إلى سائر الأئمة الاثنى عشر صلوات الله عليهم. هم رووا لنا ذلك، هم ذكروا لنا ذلك، نحن نسلم ونطيع، نقول سمعا وطاعة، خلص آمنا وصدقنا. هذه ليست مسألة، أنت لا يحق لك أن تناقشني أصلا في هذه المسألة، أنت تناقشني في الأصل، إمامة أهل البيت أم إمامة أعدائهم، خلافة أهل البيت أم خلافة أعدائهم. فإذا أثبتت لك إمامة وخلافة أهل بيت النبوة عليهم الصلاة والسلام، وجب عليك أن تطيع، وجب عليك أن تسلم، وإلا تكون رادا على الله تبارك وتعالى. هذا هو مورد النقاش، وليس هذه الجزئيات والفرعيات، لأن التسليم بهذه الرواية بعينها أو ما سواها فرع ماذا؟ التصديق بالأصل أنهم أئمة يتلقى منهم الدين أم ليسوا بأئمة. وأنت تصف هذه الرواية بالترهات، من الأولى أن يوصف بالترهات؟ الذي يعتقد في بخاريه بأن القردة قد اجتمعوا لكي يرجموا قردة قد زنت، شنو هم القرود بينهم عقود أنكحة وزواج؟ عند أي مأذون عقده وأي شاهدين عقده؟ وحتى هذه ثبتوا أنه هاي زنت، يعني هم القرود ينزون على بعضهم بعضا، أساش مدرك هذه زنت، وثم أنه أولا إش عربك أنه هذا الضرب الحجارة يعني هاي يطبقون عليها حد الله، يعني حتى الرجم، يعني شنو هذه هي الترهات، هذه هي المسخرة. إذا أردتم أن تجدوا مصداقا للترهات ففي كتب المخالفين لا في كتبنا. أم في صحيح المسلم قصة الجساسة، الدابة التي موجودة في إحدى الجزر وهناك الدجال، والدجال عملاق بحيث يغطي الشمس، والرجل الأخرى ما أدري وين تقع، وإلى آخره، وأنه موجود حي يرزق، رآه تميم الداري ونقل خبره إلى رسول الله في صحيح مسلم، ورسول الله صدقه وقال صحيح. وين هذا الدجال؟ طلعوا لنا إياه. وين الجساسة هذه الدابة؟ وين؟ طلعوا لنا إياه. هذه ترهات، هاي الإسرائيليات السخيفة، مال هذا من كيس تميم الداري وما تميم الداري، هذا اللي موجود. أم هاي القضية الآن اللي بشهر رمضان المسخرة هذه؟ أنا أطلب من الإخوة القائمين على القناة أعيدوا هذه الحلقة، كان عندنا ورقة بحثية في إحدى حلقات البث المباشر حول هذه القضية، قضية ليالي القدر في اعتقاد أهل الخلاف، أو ليلة القدر في اعتقاد أهل الخلاف، أن شمسها تظهر في اليوم التالي ماذا؟ لا شعاع لها، بيضاء لا شعاع لها. هذا إذا ممكن يعاد هالأيام، لأنه هاي مناسبة هالأيام الآن، لأنه إحنا لما ألقينا هذه الورقة ما كانت في شهر رمضان، كانت في وقت آخر. مخالفون يعتقدون أن ليلة القدر تثبت بماذا؟ أنه في صبيحة يومها الشمس تطلع لا شعاع لها، تطلع بيضاء قرص أبيض. هاي مسخرة هذه. الآن هاي عندكم الآن، من الآن إلى العيد طلعوا لي يوم اللي لا شعاع لها، كل يوم الشمس ما تطلع لها شعاع، إذا تطلع بيضاء فذلك لظروف مناخية تتكرر في شهر رمضان وغير شهر رمضان، يكون أكو رطوبة في الجو، يكون أكو ندى، يكون أكو ظرف معين في الجو تبين كأنها لا شعاع لها حينما تظهر في البداية، وشيء أصلا غير ثابت علميا، ولا أحد يشوفه ولا أحد يدري عنه، كلها أكاذيب. وناس يروحون يصورون يقولون الله أكبر وطلعت لا شعاع لها، أول ما تطلع الشمس شعاعها ضعيف، شوي شوي يشتد الشعاع، كل يوم نفس الظاهرة، الشمس يوميا تطلع نفس الحالة. سخافات أكاذيب يا أخي، ما أدري أنه أصلا الشمس هي التي تدور حول الأرض كما يعتقد ابن باز مثلا، عرفت شلون؟ أو ابن عثيمين، وأن الشمس وأن الأرض مسطحة وليست كروية، وأنه
هذه ترهات، هذه سخافات، هذه أمور أضحكت عليكم الأمم. أنتوا بهذلتونا تدرون لولا بكريين، أنتوا بهذلتونا سويتونا أضحوك أمام العالم. يقولون هاي المسلمين هالشكل مسخرة المسلمين، المسلمين ضحكوا على أنفسهم العالم. واحدة من الأكاذيب اللي اشكد يعني ضحكوا علينا العالم أنه صخرة بيت المقدس معلقة بالهواء، والكل يقسم إيه روحوا شوفوا معجزة، لأنه النبي لما صعد عليها لحقتها شوية لحد ما الله قال له قري مكانك فوقفت بالهواء. عرفت شلون؟ هكذا هاي صخرة بيت المقدس اللي للعلم أصلا لا قداسة لها في الإسلام، للعلم هي صخرة اليهود أساسا، يعني هذا قبة الصخرة، هذا بدعة أصلا، صخرة لا قداسة لها في الإسلام، لا وردت لا في حديث ولا في شيء، يعني كل منحولات إسرائيليات أكاذيب. الذي موجود عندنا المسجد الأقصى، مسجد الأقصى شكو مسجد الصخرة هذا اللي مسوينا عبد الملك بن مروان، اخترع هالقضية حتى يصرف الناس عن الحج، صرف الناس عن الحج خلاهم، لأنه كان عنده نزاع بينه وبين عبد الله بن الزبير، كان ذاك معلن نفسه خليفة في مكة وهذا كان خليفة الأمويين. الناس إذا تركهم يذهبون إلى الحج إلى مكة المكرمة ويطوفون حول الكعبة سيتأثرون بالزبير ويبايعونه، بعبد الله بن الزبير ويبايعونه، فما أراد الناس أن يتوجهوا إلى هناك، فصنع لهم كعبة بديلة في الشام في القدس، راح بنى هاي القبة بهالطريقة الجميلة فوق الصخرة هذه المزعومة التي أشر عليها كعب الأحبار اليهودي لعمر بن الخطاب لعنه الله، وقال له هاي الصخرة اللي النبي ترى عرج منها إلى السماء، وذاك الخبل هم صدقه. عرفت شلون؟ وهكذا، وخلى الناس بالفعل كما يقول ابن كثير إمامكم وعلامتكم أنه بالفعل الناس المسلمين كانوا يحجون إلى الصخرة، يطوفون سبعة أشواط ويصلون ركعتين ويحلقون ويذبحون الهدي، ويقولون هذا فيه كفاية عن الحج، يلا الحمد لله. أنتوا اللي عندكم مسخرة ضحكتوا علينا العالم، فشلتونا. يقول لك الصخرة ماذا؟ معلقة في الهواء. ضحكوا علينا العالم، ناس راحوا إلى القدس من أوروبا من أمريكا، شافوا لا الصخرة على الأرض لا معلقة بالهواء ولا يحزنون. وأكاذيب طلعوا لنا، ما أدري هذول القصاصين الدعاة المسخرة اللي طالعين، أنه إيه أكو واحد في وكالة ناسا لما راح طار وشاف قال إيه القمر ترى كان صدق منفصل قسمين وبعدين لزق، وهذا دليل على معجزة شق القمر، ومخلي لك صورة أنه شوف هذا المكان اللي كان القمر منشق إلى نصفين وبعدين ماذا لزق التصق ببعضه بعضا، وهو صورة أخدود من أخاديد القمر المعهودة يعني مليانة في القمر. ضحكوا علينا وكالة ناسا وضحكوا علينا العالم وقالوا أنتوا دينكم دين خرافات ودين جهل، وصلتونا إلى هالمستويات، أشياء مناقضة للعلم، أشياء مناقضة للتجربة، أشياء مناقضة للواقع تصرون عليها، تصرون عليها، في حين لا نعرف مثل هذا عند أئمتنا عليهم الصلاة والسلام، لا نعرف مثل ذلك عن أئمتنا، بل على العكس. قالت جامعة السوربورن في ذلك المؤتمر البحثي الاستشراقي الذي وقع، ونقلت منه أجزاء إذا تذكرون مذيلا بأسماء أساتذة السوربورن ودكاترة السوربورن، أنه ثبت أن أول من قال بكروية الأرض جعفر بن محمد الصادق صلوات الله عليه. في وقت لم يكن أحد يشخص كروية الأرض قبل 1300 سنة تقريبا، ما كان أحد يشخص ذلك. نقلت التصريحات إذا تتذكرون، وارجعوا إلى كتاب الإمام الصادق في نظر علماء الغرب، كتاب قيم فيه تصريحات علماء الغرب. هؤلاء أئمتنا عليهم الصلاة والسلام مجهولو القدر الذين جهلت هذه الأمة قدرهم، وتلك ترهاتكم مع الأسف الشديد التي نسأل الله تعالى أن تنزهوا أنفسكم عنها.
يعني بدلا مما تلجأ إلى البخاري ومسلم ترجأ إلى الباقر والصادق صلوات الله عليهم. هكذا كما دعاك إلى تفسير القرآن من أحد التفاسير يقولون أن ترجعوا إلى القرآن ورجعوا إلى هذا التفسير لتعلموا ما هو تفسير القرآن. لا هذا التفسير خلينا إليك، هذا زين عليك بجدك. هذا احنا عندنا تفاسير آل محمد عليهم السلام وفيهم الغنى عن تفاسير الطبري وغير الطبري. عند الإخوان في أحد الظهر من بداية الإجابة كان على الخط، إذا موجود يعني هو قبل الاتصال. نعم. انقطع زين. ناخذ بس سؤال الأخ أحمد من مصر، يعذرونا بس اثنين أخذ منه. ما كان عندنا أخ أحمد من مصر. لا كانوا كاتبين على الشاشة مصطفى من العراق. عدل حول من مصطفى من العراق. يقول الغنوات الشيعية تستضيف علماء بحرية في مناسبات شيعية، فما أدري شو السبب، هل يريدون أن يثقفوا الشيعة بثقافات البكريين؟ هل فيهم الكفاية والغنى بذكر الأحداث والتاريخ والقصص والفقه والأحكام؟ هذول البكريين لماذا تستضيف الشيعية بعض العلماء البكريين؟ وبنفس الوقت يقول ما هو حكم خطباء الشيعة اللي يظهرون في قنوات بكرية؟ يقصد هو قنوات عامة، يعني في بعض القنوات العامة اللي تطلع مثل مسلسلات ورياضة وأخبار وأقاني، وبنفس الوقت تطلع لها محاضرة لمعمم على منبر. يعني أما بالنسبة إلى الأمر الأول فهو عموما راجع إلى الشعور بالانهزام، يعني تريد أو يريد القائمون على هؤلاء على هذه القنوات أن يعوضوا ما يشعرونه من نقص في أنفسهم وانهزام بأن يستجروا معهم بعضا من كهنة البكرية أو مشايخهم أو دعاتهم حتى يظهروهم معهم على الشاشة لتعويض هذا النقص، وكأنه يرى نفسه غير معترف به أو غير معتد به إلا أن يظهر معه كم واحد من هؤلاء. هذا احنا ضده. التشيع عظيم إخواني، التشيع ليس بحاجة إلى أن يستجدي اعترافا من أحد أو شرعية من أحد. لذلك إحنا حتى هاي قيمة شلتوت، عفوا فتوى شلتوت، زين هذه ليست بشيء عندنا. اللي دوخونا بها كأنه نصر عظيم، يعني أنه شلتوت شيخ الأزهر يفتي بجواز التعبد بالمذهب الجعفري. أولا ماكو شيء اسمه مذهب جعفري. الإمام الصادق عليه السلام ما عنده مذهب، عنده دين، ليس مذهب مجرد مذهب على الاصطلاح الذي معناه مجموع ما يذهب إليه المرء من اجتهادات. بذا نكون إحنا كأننا قد أنقصنا شأن الصادق صلوات الله عليه حتى أوصلناه إلى مستوى أن يكون مجرد مجتهد من المجتهدين، وهذا غير صحيح. الصادق يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، من له الولاية التشريعية فهو ينقل عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وآله الحكم الواقعي لا الحكم الظني الاجتهادي حتى يقال مذهب جعفر أو مذهب أهل البيت. كأننا ها هنا أنزلنا قدر الصادق عليه السلام حتى ساوينا بينه وبين أمثال أبي حنيفة ومالك والشافعي. هؤلاء لهم مذاهب لأنه لهم مجموعة آراء اجتهادية ظنية. لا، إحنا الفقيه الواحد عندنا الآن في زماننا له مذهب يناطح مذهب أبا حنيفة ومليون واحد مثل أبي حنيفة، مثل مليون واحد مثل مالك وغير مالك. يعني يصح الآن أن نقول كل مرجع من مراجعنا له مذهب، يعني مذهب فقهي، هذا صحيح، لأنه نحن لم نغلق باب الاجتهاد، لم نغلق باب الاجتهاد نحن. فنحن حتى هذا الاصطلاح لسنا معه، لا نؤيد استعماله، لا نؤيد يعني استعمال هذه الاصطلاحات التي قد يتوهم منها انقاص لقدر الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام. فلسنا بحاجة لأن نأخذ شرعية من أحد، احنا أكبر من فتوى شلتوت وغير شلتوت.
أكبر إحنا من هؤلاء. نعم نأخذها كحجة على الخصم، نعم، أما ما نبروزها ونسويها كأنه اعترف بينا يعني مذهب خامس. يعني شنو هذا؟ شنو خليه يعترفون أصلا كل علماءهم بنا، ثم ماذا؟ ما يزيدون فينا خردلة ولا ينقصون منا ذرة. مو هالشكل؟ احنا اعترافنا نأخذه من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، ما نأخذه من هذا شعيط ومعيط. وحتى لو اعترف بنا جميعا كلهم هؤلاء لا نعترف بهم. هم دائما يدقون على هالنقطة، خصوصا ذول الأزهر. إذا تلاحظون في الفترة الأخيرة لما جاءهم أحمدي نجاد وكذا، قالوا إحنا صدرنا فتوى بجواز التعبد بمذهبكم، ليش أنتوا واحد من مجتهديكم في قم ما يصدر فتوى بجواز التعبد بمذهبنا؟ لا ما رح، ما حد رح يجيز، ما يجوز. أنتوا جايين صوبنا مو إحنا جايين صوبكم. إحنا تريد أن نجيز التعبد بمذهب ضلال؟ ما يصير. مذهب البدعة؟ ما يصير، لا يجوز. أنت تريد أن تعترف بنا؟ كيفك، إحنا ما نطالبك بشيء. ما تريد أن تعترف؟ لا تعترف، أما لا تطلب مني أن أعاملك بالمثل أعترف بك، لأنه أنت الحالة الطارئة على الإسلام. أنا أصولي ترجع إلى يوم ما النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أعلن الإسلام في يوم الدار، يوم الإنذار، أنذر وأنذر عشيرتك الأقربين، رفع يد علي عليه السلام قال هذا. أنا أصولي إلى ذاك اليوم، إمامي موجود هناك، أنا تاريخي يرجع إلى صدر الإسلام. أنت وين تاريخك؟ أنت جاي بعدين، حالة طارئة جاي بين أبي حنيفة وبين النبي صلى الله عليه وآله قرن، بين مالك وبين النبي صلى الله عليه وآله قرن، بين هؤلاء وبين النبي قرن، قرون، تاريخ. إحنا وين؟ أنت وين؟ إحنا الأسبق، إحنا داخل السور مثل ما يقولون، مو خارج السور مثل عرفت شلون؟ إيه إحنا جنسية أولى، عيال بطنها إحنا. فلا تتوقع منا أنه إحنا نعترف بك. فأنا جدا يعني أتأسف لما الذين يحملون هذه العمامة المقدسة، الذين يفترض بهم أن يكونوا في قمة الكبرياء والعزة والشموخ، أعزكم الله أنتم بأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله، ما محتاج أنت تجيب لك كم واحد من المخالفين تدخله وياك بالتلفزيون على أساس أنه كأنه يعني تعطي شرعية لنفسك، يعني في حين نفس هذه الأمور التي يفعلونها للعلم لا يفعلونها حتى معنا ومع أمثالنا. يعني حقيقة مأساة، تلاقي التلفزيون الإيراني مثلا أو تلفزيون المنار مثلا يجيبون شيوخ بكريين كذا إلى آخر، يستضيفونهم يتحدثون معهم وهالشكل، مع أنه يفترض أن يكون الفارق بين هذه الجهة وأولئك أكثر أو أبعد، المسافة أبعد مما هو بيننا وبينهم. يعني على الأقل إحنا نعتقد بإثني عشر إماما معصوما، إحنا مشكلتنا في الثالث عشر اللي هو منه خميني مثلا، ما نعترف به، ضده إحنا. ذاك اللي أنتوا تجيبوه هو لا يعترف لا بالاثني عشر ولا بالثلاثة عشر، رقم ثلاثة عشر ما عنده، لا يقول هؤلاء إما، لا يقول هؤلاء هذا إمامة، يعني ما يؤمن بولاية الفقيه. يؤمن بولاية الفقيه البكري؟ ما يؤمن. إحنا خلافنا بولاية الفقيه الآن، فيفترض إحنا أقرب إليكم لكن لا نستضاف، بل بالعكس نبهت ونظلم ونضطهد ونوقع تحت الإقامة الجبرية. مراجعنا في قم يكونون تحت الإقامة الجبرية، أو يسجن بعضهم مثل آية الله الرستقاري مثلا الجويباري أو آخرين يضطهدون. ليش؟ لأن عندهم موقف تجاه قضية ولاية الفقيه مثلا، ما يرفضونها أو لا يوافقونها بهذه السعة الإطلاقية، فينالون من هذا النظام ما ينالون. أما النظام تجده يفتح أذرعه يعني بكل رحابة صدر للبكريين، مع أنه يفترض هم أبعد،
هم أبعد، ما عنده استعداد، يذهبون لكي يصلوا وراء القرضاوي وقد صلوا وراءه لما استضافوه في طهران أيام الوئام والسمن على العسل قبل أن يقع الطلاق بين الطرفين. طلاق بدعي هم كان، وأصلا زواج هم كان مو شرعي بالأصل. فالحمد لله الذي يعني جعل المنافرة بينهما وفضحهما الله جميعا إن شاء الله. أما هذا كان مأساة أنه يجيبون واحد خسيس مثل القرضاوي إلى إيران ومن ثم يصلون وراءه ويقولون الإمام القرضاوي ويحترمونه ويبجلونه ويعظمونه ويعطونه كم باكيت محترم وإلى آخره من أمور لا نريد ذكرها. أما هل يوم من الأيام رأيتهم راحوا صلوا وراء واحد من العلماء اللي يخالفون النظام؟ أبدا. أو يختلفون حتى مع النظام. تتعرفون علماءنا يعني المراجع اللي ضد النظام الإيراني سواء كان الشيرازي الروحاني أي واحد من هذول اللي صدرت منهم مواقف تجاه الممارسات اللاشرعية من النظام، هؤلاء ما أشهروا سلاحا يعني في وجه النظام، يعني لا هم أشهروا سلاحا، لا حرضوا على إسقاط النظام مثلا، دعوا لإصلاح النظام، بس دعوا للإصلاح. هم مع ذلك إيش صار بهم؟ ماذا فعلوا بهم؟ دمروهم. واحد مثل آية الله العظمى السيد الشريعة مداري دفنوه بقرب التواليت أجلكم الله، بقرب الحمام، بقرب التواليت. ليش؟ على أساس أنه عارض الخميني وقال أنا ما وافق على ولاية الفقيه وإلى آخره. فمع الأسف هذه هم علينا كالأسباع الضارية وعلى غيرنا كالخرفان. هذه مشكلتنا معهم. كان يقيمون مؤتمرات وحدوية وما زالوا يقيمون، دائما تشوفون مؤتمرات وحدوية يقيمون، يجيبون شعيط ومعيط من المخالفين، ولا مرة جربوا أن يقيموا مؤتمرا وحدويا واحدا للشيعة فيما بينهم، ولا مرة. يجيبونا احنا نحضر، احنا حاضرين، نجي نعرض خلافاتنا نتناقش، يمكن الله يهدينا نتوحد، يمكن. ما يتبنون أبدا هذا الأمر، بل بالعكس مستعد أن يقف مع المخالف ضدك ويطعنك في الظهر كما فعلوا ضدي أنا شخصيا، أدخلوني السجن في الكويت، وقفوا مع المخالفين وصفقوا لهم. وكان وكيل خامنئي بالكويت من أوائل الذين رحبوا بسجني، بل حث عليه قبل أن أدخل السجن، قبل أن أدخل، وبيانه كان موجود منشور في الجرائد. فهم مستعدون لكل شيء مع الأسف الشديد، مستعدون نذالة. يعني إحنا ما نقوم بهذا الشيء تجاههم، يعني إحنا ما نستغل الفرصة، مبادئنا ما تسمح لنا، إحنا عندنا الدين إن شاء الله تعالى، فما تسمح لنا مبادئنا الدينية أن نقف مع العدو ضد من نختلف معه من أبناء جلدتنا. ما نسويها هذا يعني. باكر ممكن أمريكا تضرب إيران مثلا، ممكن تضرب المفاعل النووي الإيراني مثلا، شن حرب على إيران ممكن، ما نقف، نعوذ بالله ما نقف مع أمريكا، ما نستغل الفرصة لأنه إحنا عندنا ثأر مع نظام إيران وعندنا مشكلة مع نظام إيران نقوم نصفق لأمريكا ونقول نعمة ما تصنعين أحسنتم. ما نسوي هكذا، ما لنا شغل، نقف على الحياد مثلا، ما نساهم في شيء. لكن هم لا، بمجرد ما تشتد الحملة من النواصب من المخالفين علينا أصلا هم ينفخون في نارهم ويساعدونهم ويقفون إلى جانبهم، حتى جاءوا هنا في الأسفل تظاهر ضدنا، مجموعة صبيان خامنئي يعملون في بريس تي في اللي سدوها، ما أدري سدوها ما سدوها، سمعت سدوها هذه المحطة الإيرانية اللي باللغة الإنجليزية، خامنئي سواها هنا في بريطانيا. مجموعة من الصبيان اللي يشتغلون داخل المحطة 11 نفر جاءوا هنا يهتفون ضدي أنا شخصيا، يقولون
ام اي 5 ما ادري شنو ياسر الحبيب عميل ايجنت للام اي 5 سباي عفوا جاسوس اذا اتجسس على من خو اذا انا جاسوس لازم اروح وسطكم ادخل في النظام كذا حتى اتجسس عليكم مو من برا قاعد هنا شلون اتجسس يعني حماقه يقول سباي جاسوس مو انزين اذا سباي اي وسباي انزين سباي شلون يا خبل اذا سباي يعني جاسوس الجاسوس لازم يتظاهر انه معك حتى ياخذ منك معلومات مو يتظاهر يقول ضدك شلون يصير جاسوس عندكم عقول ما يفهمون اصلا لا فهم لا ولا شيء هذا ممسوح رايح فورمات مسوي خلص ما قاله خامنئي هو اللي يمشي ما لم يقله خامنئي ما يمشي لو شنو يكون فعبدوه من دون الله عز وجل من أصغى إلى ناطق فقد عبده إذا كان الناطق عن الله فقد عبد الله وإذا كان الناطق عن غير الله فقد عبد غير الله عز وجل هذا اللي صاير معطل عقله نهائيا ما يقبل كلام فإحنا من أيد هذه الروح الانهزامية المتأصلة عند البعض مع الأسف المتأصلة في البعض ونقول عليكم أنتم الشيعة أن تكونوا أعزة شامخين ذوي كبرياء وعظمة لا تستجدون الشرعية من أحد ولا الاعتراف من أحد بل على ذلك الغير أن يأتي يستجدي الشرعية منكم أما إذا افترضنا واحد يجيب بكري معه في حلقة نقاشية حوارية المناظرة وما شاكل هذا لا إثم فيه إن شاء الله إحنا مع المناظرات مع الحوارات مع المناقشات بشكل طبيعي هذا لا إثم فيه أما ما أرمزه لا أجعله رمزا وأفخمه وأعظمه وأجعله يعني شخصية كأنها هي التي تمثل الدين و تكون واجهة للدين والحق نعم الجزء الثاني من السؤال وهو ما هو حكم الخطباء الذين يخرجون على الفضائيات العامة لإلقاء محاضرات دينية وهذه الفضائيات تظهر الأغاني والمسلسلات والرياضة والأخبار قناة بكرية عامة تكون يعني عموما إذا لم يصدق عليه أنه تعاون على الإثم والعدوان يعني يختلف باختلاف المصادق الحقيقة إذا لم يصدق عليه أنه تعاون على الإثم والعدوان فلا شيء فيه يعني مثل واحد يروح يحضر في قناة عامة ويعلم أن حضوره فيها هو فيه نفع للإسلام والمسلمين ولا يعين الإثم والعدوان في هذه القناة قناة عامة مثلا خلي تكون مثلا الجزيرة خلي تكون البي بي سي مثلا عرفت شلون خلي تكون واحدة من هالقنوات تارة لا يحضر في قناة الذي يدري أنه إذا حضر فيها يعينها على إثمها وعدوانها وباطلها مثلا قناة فحش مثلا قناة أغاني قناة ما أدري قذارة عرفت شلون فهو يحضر فيجذب مشاهدين أكثر لهذه القناة ويعينها على استمراريتها وباطلها هذا لا مشكل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان يعني ما يجوز واحد يتعاون على شيء فيه إثم لكن تشخيص الإثم ها هنا يختلف باختلاف الموضوعات واختلاف الظروف فتارة يكون الحضور كعدمه لا يعني يسهم في شيء من الإثم وإن بقي محله وتارة لا يسهم فيحرم أحسنت سمحت الشيخ طيب الله أنفاسكم أعزائي المشاهدين قناة فدك وقناة صوت العترة نشكركم على حسن الاستماع هذا ما لدينا اليوم وما بغي لي إلا أن أستغفر الله لي ولكم وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعافية